الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. دايما بشوف ان المراه المصريه بتتمتع بصفات مليئه بالشهامه والجدعنه والشطاره والايمان والعطاء والحب. جوها خلطه خاصه جدا. المراه المصريه عندها دائما من المبادرات اللي بتبين جدعنه الست المصريه. والمره دي المراه المصريه عامله مبادره بعنوان مطبخ احباب الكريم في مبابة. عملتها الحاجة عزيزة عبد العليم لتوزيع ما بين 1,000 إلى 2,000 وجبة يوميا على غير القادرين والمحتاجين والمرضى والعمالة غير المنتظمة. الحقيقة بتمنى أننا نشوف مبادرات عظيمة زي دي في كل حي وكل محافظة. ودلوقتي تعالوا نروح عشان نحيي صاحبة هذه المبادرة الجميلة، صاحبة هذه اللمسة الإنسانية والخيرية العظيمة. مطبخ مفعم بالحيوية والنشاط وجهود لوجه الله لإطعام غير القادرين والمرضى وعابر السبيل. مطبخ أحباب الكريم في مبابة مبادرة خير جمعت محبي الخير بمختلف أعمارهم، تآلفت قلوبهم مع خدمة المحتاج. والله المبادرة دي أنا بدأها من 32 سنة، بس كان حلم صغير على قد كده، فربنا كرمني وحقق لي حلمي. انا كنت الاول بعمل 2 كيلو لحمه 3 كيلو لحمه زمان بقى من 32 سنه. الوجبات دلوقتي واصله الحمد لله، اقل يوم خالص اقل يوم 500 الحمد لله رب العالمين. يوميا 1000 وجبه، يوم ما نعملش 500 الحمد لله رب العالمين. لاي حد ماشي جعان ما بنسالش انت مين، اي حد جعان بيخش ياكل لقمه ويشرب كوبايه شاي ويمشي. يعني المواد الغذائيه اللي احنا شايفينها رز ومكرونه وفراخ وسلطه، دي بتجيبوا يعني منين بتجيبوا فلوسها؟ ولا هي تبرعات مواد غذائيه؟ في ناس بيتبرعوا لي ليه، يجيب لي رز، يجيب لي مكرونه، يجيب لي فراخ. انا لما بعمل خير بحس ان انا يعني بحس ان انا فرحانه وبحس ان انا مالكه الدنيا دي كلها. بدات اتعرف على الحاجه لانها كانت بتاكل اولاد المدارس. بعديها بقى بدات انا اطلع من شغلي اروح لها، وبدات اشوف ازاي هي بتوزع الاكل والحاجات اللي هي بتجيلها كلها. فبدانا نشترك مع بعض ونقسم ونعمل فايلات للمرضى اللي عندها، بنعمل فايلات للحالات اللي عندها، دراستها للحالة نفسها، توجيهها للحاجات لأصحابها. أنا بحب أجي علشان أشارك في إن أنا أعمل الوجبة، أشارك معهم في تجهيز الوجبة نفسها. بالتحديد في المكان ده بيلاقوها زيها زي اللي في أفخم المطاعم برة. لا ده احساس ما يتوصفش خالص. بحب ان انا اجي هنا على طول، وكل يوم باجي هنا ببقى مبسوطه جدا انا وسعيده اما بساعد معاهم، وما بدي اي حد اكل وحد يدعي لي اي دعوه انا ببقى مبسوطه. واحد قد والدي، واحد قد جدي، وانا ببقى مبسوطه جدا. احنا مستمرين في تحقيق احلامكم وامنياتكم، ويا ريت حضراتكم تبعتولنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك او عن طريق البريد برنامج واحد من الناس قناه الحياه مدينه الانتاج الاعلامي استوديو 601، او تكلمونا في التليفون في الرقم اللي قدام حضراتكم. فقره حقق حلمك هي فقره تلبيه الاحتياجات. احنا بنسعى جدا ان احنا نيجي لغايه عندكم ونخبط على باب بيتكم ونحاول ندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم. النهاردة جات لي رسالة من الست أم سيف. تعالوا نسمع الرسالة ونروح نطمن عليها. مساء الخير، أنا أم سيف من شبرا الخيمة 64 شارع علي خليفة مدينة السعادة. أنا نفسي أمنية حياتي في مكنة خياطة عشان أنا مطلقة وظروفي وحشة وعندي طفل 9 سنين. من شبرا بعتت لنا أم سيف رسالتها بأن نفسها يكون عندها مكنة خياطة من رزقها تقدر بيها تزود دخلها،
احنا النهارده جينا لام سيف ومعانا مكنه الخياطه اللي هي اتمنتها، يمكن نساهم ولو بجزء بسيط في ادخال السعاده على قلبها. السلام عليكم. السلام. ام سيف؟ ازيك؟ احنا برنامج واحد من الناس. متفاجئة. لا والله مش مصدقة والله. ايه الاخبار؟ الحمد لله نورت وتشرفت. الله يخليك. ممكن نخش بقى نتضيف عندك كده وبعد كده هنقول لك على حاجة. مصدقة؟ لا والله مش مصدقة نفسي والله. طب اتفضلي اتفضلي نورت. انت ليه بتعيطي؟ انا طول عمري يعني شقيت كتير وتعبت وافتكرت ان انا لما اتجوز هرتاح، واول ما اتجوزت لقيت جوزي بهدلني، فطبعا مشاكل وكده فانفصل، وابني لسه كنت حامل فيه. حاولت ان انا اشتغل او اصرف عليه او كده، بس بقيت انزل الشارع الناس بقت تضايقني. وبعدين لقيت برنامج واحد من الناس يعني بتفرج وبلاقيه بيقدم حاجات مساعدات للناس وكده، فانا قلت طيب ما ابعت كده وربنا ان شاء الله يبعت لي الخير على بعد ربنا على ايديه. وبعت وطبعا قال ان شاء الله هنديكي مكانه وكده تشتغلي عليها، يجي من وراها حاجه اصرف على ابني عشان خاطر هو بقى له 3 سنين ما راحش مدرسه، يعني ما بودش مدرسه ولحد دلوقتي مش بيتعلم. لا لما وديت باجي اوديه ما بقدرش حتى ان انا اصرف عليه مصاريف مدرسه، ورايح عايز فلوس عايز مصروف، فطبعا مش قادر. يعني هو عمره دلوقتي 8 سنين زي ما قلت، لحد دلوقتي مش بيعرف يقرا ويكتب. لا بحاول معاه بحاول معاه، ساعات لو قادره ممكن ياخد درس اختي تساعدني مثلا كده حاجه كده تجيلي، ممكن ان هو اعلمه يجيب لي مس، ما يبقاش معايا تمشي ما امشي من عندها اجيبه تاني. امال البيت اللي احنا فيه ده بيت مين؟ اختي وجوز اختي. انت قاعده عند جوز اختي؟ امال الاكل والشرب ومصاريف المعيشه بتيجي ازاي؟ تطلع اشتغل بره اي حاجه، الناس برضك مش برحمه الواحد. بقيت اشتغل من الصبح كده قلت 7 في عياده من واحده من الساعه 11 لحد الساعه 7 ب 400 جنيه. طبعا 400 جنيه قبل ما بيجوا كنت بدفع عليا فلوس كتيره جدا للشقه، عليا كان الايجار 750، عليا فيها اللي يجي حاجه و20,000 جنيه بسبب التراكم. طبعا سبتها عشان انا مش قادره اكمل، واعتذرنا للناس عشان احنا برضو قلنا له مش قادره وجيت هنا كده. انت يا ام سيف تمنيتي امنيه ان يكون عندك مكنه الخياطه، وان شاء الله تساهم ولو بشكل بسيط في تحسين دخلك وتقدري تصرفي بيها على سبيلك. ايوه انا مبسوطه جدا فرحانه ان المكنه ان هي جات لي وان انا هشتغل عليها تدخل لي قرش حلال اصرف عليها على ابني، وانا مبسوطه فرحانه ان انا هعمل كده ان شاء الله، وربنا يرزقني وخيط واعمل شغل ان هو ابيع ويصرف على ابني ان شاء الله. ان شاء الله تبقى ادم السعاده عليكي، واستسمحك بقى لو نقوم نشوفها مع بعض، هي موجوده تحت. اتفضلي. الله اكبر، ايه ده جميله ما شاء الله. تسلمي، اتفرجي عليها تعالي. تسلم ايديك ما شاء الله، ما شاء الله حلوه. تسلم ايديك اللي كان نفسك فيها. جميله. تسلم ايديك، وهي فعلا نفسي فيها ما شاء الله. لا جميله، سعادتك وفرحتك دي بالدنيا كلها يا موسى. اشكره جدا والله، واحد من الناس ان انتوا جيتوا وحققتوا لي امنيتي ان انا اشوف المكنه ما شاء الله اللي انا هشتغل عليها ان شاء الله. ان شاء الله تبقى باب رزق وتفتح لك باب رزق وتكون وش السعاده عليكي ان شاء الله. ان شاء الله بكفايه وبكم، وان انا شفتكم النهارده وان انا سعدت بك وبالدكتور عمرو اللي بعت المكنه. اهلا بيكي وتشرفنا بيكي، ويا رب دايما احلامك اوامر. الله يخليك. اتفضلي. Thank you.
رسالتنا في البرنامج هي رسالة تنموية خيرية، عشان كده احنا حريصين جدا على قوافل المواد الغذائية، حريصين على قوافل العلاج، حريصين على توصيل المياه للمنازل اللي ما عندهاش مية، حريصين كمان على تسقيف البيوت. وده من ضمن أهم الرسائل اللي بيقوم بها البرنامج، انك انت تسقف بيت مفتوح في عز الشتاء دوت، فالمطرة تنزل بدل ما تخش البيت، يشعر صاحب البيت بالأمن والأمان والدفء والطمأنينة. عشان كده الحمد لله بالتعاون مع جمعية تقوى القلوب الخيرية، البرنامج ساهم في تسقيف 17 بيت في نجع مهنة بالقوسية، علشان نحمي أهالينا من أمطار الشتاء والبرد القارس. تعالوا نشوف التقرير. كنت مشتغل زي الناس عادي، بس اللي حصل حصلت ذياتي برضو عملت لي إعاقة، يعني كسرت الحوض المية، الشرايح اللي راكبة في جسمي أنا برضو بسكة حوض المية برضو عمت لمني في الشغل، برضو شغال برضو شغل خفيف، ما قدرش أشتغل زي الأول، من زي الأول يعني زي الطبيعي. هنا ما منسلف من ده وما نسلف من ده وهماشي العملية. إحنا كنا قاعدين من غير سقف، وكانت فيه برضو نطرة والسقع برضو الشتاء، وبرضو اللي الجو كده يعني كانت برضو صعبة برضو في الأول. عندي ثلاث بنات أنا، اللي هم واحدة اثنين في المدرسة منهم الكبيرة، والتانية في المدرسة. برضو اتوصلنا جمعية تقوى القلوب وبرنامج واحد من الناس، ويشكروا برضو يعني عملونا السقف البيت. أنا اللي يجي الشتاء زي اللي من دول، قلت والله ولا بعرف الهواء ولا العمس، ومغزه كنت حتى الأكل اللي بقاعدين ناكل يتعمس وكده من التراب، وكنا قاعدين في البوس في الخص. بس ربنا يجزيهم كل خير، جمعية تقوى القلوب هي يعني سقفت لنا العقد، والحمد لله وجزاهم الله خير إن شاء الله، يجعلهم في ميزان حسناتهم. النهاردة جمعية تقوى القلوب بالقصية بالتعاون مع برنامج واحد من الناس بنعمل أسقف للأسر الأكثر احتياجا. فهم ظروفهم هنا مفيش قبض مفيش أي حاجة، بالتعاون مع برنامج واحد من الناس قدرنا نعملهم سقف النهاردة. النهاردة أنا مش معايا نمرة، أنا معايا نمرتين، ونمرتين يعني غراب جدا. هما مش نمرتين أو يعني هما توأمين، هما توأمين بس توأمين قوي. معايا اتنين إخوات أنسات واتنين إخوات شباب، وسبحان الله يعني أنا الحقيقة من ساعة ما بدأت الحلقة دي والفقرة دي أنا مش عارف أكلم مين فيهم على إنه إيه، وبعدين كل شوية حد يطلع بره ويخش التاني ويكلمني، فيعني لخبطوني أنا شخصياً ولخبطوا الكرو، وأكيد دول ملخبطين أهاليهم وبيلبسوا زي بعض، جايين لابسين زي بعض وبيتكلموا زي بعض وحركاتهم زي بعض وبياكلوا زي بعض. فالحقيقة أنا مش عارف الفقرة دي هتمشي إزاي، بس أقدر أقول لكم إن أنا معايا فقرة غريبة جداً ما شفتهاش قبل كده في البرنامج ده الحقيقة. معايا ندى، هناك شفته من اولها. ومين ندى؟ ندى نجلاء. ندى نجلاء. انا ندى. انا نجلاء. انت مين؟ نجلاء. وانت ندى. اخر كلام. اخر كلام. نجلاء وندى. مش هنتلخبط بقى ونها. لا. طيب وشاهر وشهاب. انا شاهر. انا شهاب. انا شهاب. انا شاهر. انا شهاب. شهاب وشاهر. بص يا دكتور، انا لما بفرح انا بفرح، انا لما بزعل انا لما بعيط انا بعيط، انا لما بضحك انا بضحك، انا لما حد بيزعق لي انا بضربه، وانا لما حد بيزعق له انا بضربه. انا شاب وانا شاهر وانا جننت خلاص. انا جننت الفقره دي جننتني. ارسلكم على بر انتوا مين بقى، عشان انا مش فاهم حاجه. عموما ايا كان انا بكلم مع مين فيكم، اكيد اهاليكم عارفينكم، والله تيهم حتى ما بيعرفوكم. طيب يا جماعه يعني نبدا بالثنائي شاهر وشهاب. شاهر وشهاب. شاهر وشهاب. شاهر وشهاب. شاهر وشهاب. سنك يعني شاهر وشهاب عندكم كام سنه؟ 24 سنه. 24 سنه برضه. 24 سنه برضه. اكيد في حد فيكم اكبر من التاني. انت بقى طلع دكتور من الاكبر فينا.
اكبر بقد ايه؟ بخمس دقايق. بخمس دقايق، تخيل سهل قوي. تفتكر مين فيهم اكبر من الثاني؟ انا ما افتكرش الحقيقه. يعني مين فيهم اكبر من الثاني بخمس دقايق؟ هو ممكن يكون ده شهاب؟ لا شهاب الاكبر مني. شاهد؟ شاهد. طب تفتكروا مين فيهم اكبر من الثاني؟ دي اكبر، دي اكبر. مش محتاجه حاجه يعني. احنا دارسين توائم. اكبر بقد ايه انتوا؟ بخمس دقائق برضه. خمس دقائق وانتوا خمس دقائق؟ عظيم جدا جدا، كويس قوي. طيب احكوا لي بقى حكايتكم ايه بقى؟ احكي لك عن مواقف ولا يعني عمر حد فيكم عمل نيو لوك مثلا مختلف عن التاني، ولا انتوا طول عمركم لابسين كده زي بعض؟ لا احنا حضرتك بنلبس كل حاجه زي بعض من صغرنا، والدتنا الله يرحمها هي اللي علمتنا كده، علمتنا نلبس كل حاجه زي بعض. ليه؟ ايه؟ احنا من صغرنا عشان احنا توأم قريبين من بعض، هي قربتنا من بعض اكتر، حبينا الموضوع ده اكتر، بقينا نحب نلبس زي بعض، يعني انا لو دخلت اشتري حاجه انا عجباني دلوقتي، دخلت قبل ما بخش المحل بقول له في منها اتنين، يقول لي لا اروح سايبه وماشي على طول. هو عمل الموضوع ده. هو عمل قصه شعر ابص عليها مش عجباني اقول له لا يبقى خلاص مش هتتعمل، احنا كل حاجه زي بعض، كل حاجه نفس الستايل. وحتى بنزول الناس يعني، حتى في الكروكسات يعني بنحب نلبس فرده وفرده، ونحب نزول الناس اكتر، بنحب نلبس هدوم عكس اعكاس كده حضرتك. طب احكوا لي كده يعني بعض المواقف اللي ترتبت على ان كنتوا الاثنين بجد زي بعض. تمام. اول موقف حضرتك، انا عندي بنت اخويا سنه ونص، كل ما اجي اشيلها لوحدي بتبقى مبسوطه وسعيده، اول ما بتشوف اخويا بتفضل تعيط وتصرخ، اول ما بتشوفنا احنا الاثنين مع بعض. يعني مرات اخويا لحد الان ما مش عارفه تفرقنا، والدي ساعات بيتلخبط ما بيننا، اخواتي ساعات بيتلخبطوا بيننا. حبيبه شهاب قبل كده حضرتك، احنا قاعدين مع بعض في كافيه مستنينا، فهي دخلت راح عملت لي كده على عينيا وبتقول لي انا جيت، راح شهاب راح بص لها كده قال لها ايه ده انت جيت دي، راح انا خلاص على طول فسخت خلاص مش فسخ. هتكلمك خلاص. فسخ على طول. في موقف في المدرسه حصل برضو معانا، يعني الموقف ده بيقابلنا كتير، يعني عشان انا اسمي شاهر واسمي شهاب فشين وشين، فدي كانت عقبه بالنسبه لنا عشان احنا بنبقى مع بعض في نفس اللجنه، بس مش عقبه معانا بقت ميزه. ازاي حضرتك؟ انا ببقى حافظ نص المنهج وهو حافظ نص المنهج، اول ما الاستاذ يدينا ظهره الامتحان خلص على طول. ليه؟ بنبدل على طول. هو بيكتب اللي هو عارفه وانا بكتب اللي انا عارفه، بنبدل على طول خلاص. في مقالب عملناها مثلا مع صالون حلاقه، حد لسه فاتح جديد، دخلت انا وهو، اول حاجه انا لوحدي دخلت حلقت وكده، بعد كده خدت بعضي وخرجت وحسبت الراجل وخرج، بعدها بخمس دقائق ما اخويا دخل فبيقول له دقني طلعت زي ما هي، انا عايز الفلوس. فالراجل بيقول له ازاي انا لسه حالق لك؟ قال له لا انت شايف اهو. قال له لا والله انا لسه حالق لك. فراح جايب كاميرات وجاب صاحب المحل، بعد ده كله في الاخر جيت له انا بقى، اخويا جاي له قال له ايه رايك احنا توأم، قام طلع جري ورانا. وموقف برضه في المطعم، ليا صديق يعني فاتح مطعم جديد، فقال لي انا عايز اعمل في الاستاف يعني ايه فكره لذيذه كده، ايه نخد بيهم الاستاف. قلت له تمام انا معاك. فطبعا قعدت مع صديقي وهو قاعد مع اصدقاء لي، فطلب لي عصير مانجا شربته، فاخويا قاعد دخل المطعم بس بعيد، طلب بقى اكل وطلب حاجات كتير جدا. فوانا قاعد لقيته داخل عليا، اخويا خد بعضه ومشي بعد ما اكل. انا قاعد بقى مع صاحب المكان، فلقيت الويتر داخل عليا بيقول لي الحساب يا فندم. فبمسك قلت له ايه ده حضرتك انا لسه شارب مانجا. قال لي لا انت واكل يا فندم، حضرتك كنت قاعد هنا. قلت له انا كنت شارب مانجا. صاحب المكان قال له فين؟ ده شارب معايا مانجا. واصدقائه يا انت ما قاعد شارب معانا مانجا. قال له اقسم بالله انا، طب انا اعمل ايه حضرتك؟ هو لسه واكل والله. طب رجع الكاميرات. قام اخويا راح جاي قام باصص لنا كده، طب هو في ايه؟ طب ليه كده؟ طيب انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ وخد بعضه ومشي. ده كده رضا خالص، ده كده رضا يعني بالقوي. ساعات تعملوا مقالب للناس في الشارع؟ بنعمل مقالب في الشارع. بقى؟ عملنا مقلب حضرتك، نزلنا في الشارع كنا في وسط البلد قاعدين، فقلت لاخويا تعالى نقوم نعمل مقلب. فاحنا ماشيين في الشارع قلت للواحد كان معدي قلت له بعد اذن حضرتك صورنا، راح مسك الموبايل وبيصورني. فخليت كام واحد من اصدقائي راح معديين، راح انا مشيت معاهم، فالراجل بيبص بيدور عليا ما لاقينيش، بيبص قلت له الناحيه الثانيه ما تصورني على الطريق الثاني. الراجل راح جاي له ثاني راح برده بيصور شهاب، فنفس الموقف حصل. قام ظهر اخويا بقى التانية. واحنا الاثنين بقى بنشاور له ما تصورنا، بص انا هنا وهو هنا، قام سايب التليفون على الارض وطلع يجري على طول. ايه ثاني؟ يعني حاجات اطفال كل ما بتشوفنا انا واخويا بالستايل ده هو التصور. وفي بقى موقف ثاني بس حزين، يعني في موقف يعني حضرتك، هو اخويا كان معاه عربيته ونزل بالسياره، يعني كان رايح بيجيب حاجه، فهو عمل حادثه. انا كنت نايم في البيت ساعتها انا ما اعرفش حاجه. هو اول ما عمل حادثه انا صحيت من النوم كنت مفزوع من جوايا، كنت مخنوق حاسس بخنقه. فاخويا الكبير جاي بيقول لي في ايه؟ قلت له انا مخنوق، اخويا في حاجه.
في ايه؟ قلت له اخويا في حاجه، اول ما رن عليه كان فعلا عامل حادثه. فاحنا بنحس ببعض الاخوات دايما يحسوا ببعض فعلا. بنحس ببعض. كنا بنقلب قطط واحنا صغيرين. قطط؟ ازاي؟ رحنا روح قطط. يعني ايه؟ احكي له الموقف. في موقف حضرتك والدي كان حكيهولي، انا كنت عندي 6 سنين، يعني هنا بس انا ما كنتش فاكره، بس والدي حكاهولي. حضرتك والدتي كانت بتعمل سمك، ففي قطه احنا عندنا بنفتح الباب عادي بيت عيله يعني، فقطه دخلت خدت سمكه. فهي اخذت السمكه وماشيه، والدتي ضربت القطه. فانا صحيت تاني يوم عشان افطر، يعني صاحيين بناكل، والدتي انا كانت رجلي وجعاني، والدتي بصت على رجلي من هنا لقيت مكان خبطه من هنا. من بعدها حضرتك احنا كان جات علينا فتره احنا بنقعد تحت الكنب، يعني بشكل القطه، شكل القطه احنا من صغرنا في حاجه كانت حاصله لنا كده. روحنا نفسها كانت غريبه، كنت بقى بنقعد تحت الكنب انا واخويا. حقيقة. انتوا حالة غريبة، خلونا نشوف الحالة الأغرب. ندى ونجلاء كم سنة؟ 20 سنة. تدرسوا فين؟ كلية تعليم جامعة 6 أكتوبر. ما شاء الله ما شاء الله. بابا وماما بيعرفوكم من بعض؟ ماما بيرفكت، لكن بابا بيتلخبط. تعرفنا لكن بابا بيتلخبط فيكم. يعني بابا ساعات يتلخبط فيكم؟ بابا أحيانا كتير جدا. يعني احكي لي طب موقف كده. يعني مثلا كان في أيام المدرسة، كان ندى كانت داخله تاخد المصروف عادي جدا، هو بيدي كل واحده مصروفها، فهي دخلت تاخد المصروف واداها عادي جدا، وانا في المفروض لسه كنت بكمل لبسي وكده، ودخلت اخد المصروف بتاعي. راحت دخلت وخدت المصروف وخرجت تاني ودخلت على اساس ان هي تاخد المصروف تاني على اساس ان انا جايه. وخدته برضه. وخدته برضه، فانا جايه عادي جدا داخله اخد المصروف بتاعي. بابا هات المصروف. هو انت مش لسه واخداه؟ قلت له يا بابا هات المصروف، ما خدتوش بجد. يقول لي يا ندى تعالي ادي اختك المصروف اللي انت خدتيه، انا عرفتك على فكره. بس ده كان احد المواقف اللي اثبتت لي فعلا بابا. طب اصحابكم بيعرفوكم من بعض؟ الناس السطحيه قوي ما تعرفناش من بعض، او اول مقابله تاني مقابله تالت مقابله ما يعرفناش من بعض، لكن اللي متمارسين قوي معانا علاقتهم شديده قوي بينا يعرفونا من بعض كويس جدا. بتلبسوا على طول زي بعض؟ طبعا دي حاجه اساسيه. نعم؟ دي حاجه اساسيه. حاجه اساسيه؟ مين فيكم مين يعني؟ ندى ونجلاء. انتوا واخدين بالكم ندى ونجلاء؟ ها هي غيرت دلوقتي. غيرتي. انت قلتي لك انت نجلاء في الاول. ندى ونجلاء. انت قلتي لك انت نجلاء في الاول؟ ايوه هي نجلاء. طب دول مين؟ شهاب وشاهر. شهاب انت وشاهر. انا مين؟ انت تساليني؟ طب استني كده، غمض عينك انتوا الاثنين. وموافق؟ وموافق. فتحوا عينيكم. شهاب وشاهر. يعني شاهر هو شاهر. لا 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 لا. شهاب وشاهر. هو على فكره اولا هم قاموا وعملوا نفسهم قايمين وكل واحد قاعد في مكانه. اذا انت شفتينا بقى مش عارف. لا والله استنى. هلعبها معاكم نفس اللعب، غمضوا عينيكم. تمام. غمض عينيك ما تبصش. يلا فتحوا عينيكم. دي الاكبر دي الاصغر. مين دي ومين دي؟ مين ندى ومين نجلاء؟ ندى ونجلاء. فين؟ ندى ونجلاء. نجلاء وندى. دي الاكبر ودي الاصغر. مين ندى ومين نجلاء؟ مين ندى ومين نجلاء؟ انت نجلاء ودي ندى. انا مش حافظ اسمها. لا هي نجلاء وانا ندى. انا نجلاء. يا بنتي انا ندى. ايوه دي ندى وانا نجلاء والله. اسمعوا انتوا الاربعه. مش ناقصكم النهارده. وبعدين وكانت ايه؟ طيب احكوا لي بقى مواقف يعني اللطيفه اللي بتحصل نتيجه الشبه اللي بينكم. في الامتحانات مثلا ايه الاخبار؟ كان موقف كان في ثانويه عامه. كنا في ثانويه عامه وكنا طبعا حضرتك عارف ضغط الامتحانات، ضغط امتحان ثانويه عامه كان شديد جدا جدا. كان في بعبع اسمها ماده كده، ماده رخمه جدا، التاريخ. ماده التاريخ الادبي. فبعدين بنذاكرها طول السنه، جينا وقت الامتحانات طبعا في امتحانات سابقه، فاحنا كنا بنذاكر الامتحانات السابقه وجت ماده التاريخ مش فاكرين اي حاجه خالص. هي بنتي هنعمل ايه؟ انا هحفظ 5 فصول وانا هحفظ 5 فصول. تمام تمام. الدنيا تمام تمام خلاص. هي حفظت ال5 فصول بتوعها كويس جدا، وانا ذاكرت ال5 فصول بتوعي كويس جدا جدا. جه طبعا وقت الامتحان هنعمل ايه؟ انا قعدت في الديسك بتاعي وهي قاعده في الديسك بتاعها، والحسن حظنا ان انا قصادها في اللجنه قصاد بعض. لا عشان اساميها واحده دي يعني، دي حاجه بنشكر بابا عليها جدا جدا. شكرا بابا. شكرا بابا والله. جدا هو خلى ندى ونجلاء. فاول ما مسكت الورقه طبعا كتبت كل الاسئله اللي انا مذاكراها وعارفاها كويس جدا، كتبتها وحلتها وهي نفس الحوار. طبعا احنا حاطين لنفسنا وقت معين، ساعه ونص هتخلصي كل الاسئله اللي انت عارفاها، وما ينفعش اكتر من كده عشان نلحق نذاكر. ساعه ونص نلحق قضينا وبين بعض سنس معين كده اللي هو هي قصادي طبعا. هو تمام تمام. نزلت قلت لها طبعا لا، قلت لها انت هتطلبي من المراقب او انا هطلب من المراقب، لو سمحت انا عايزه انزل التويليت.
هنزل تمام عادي جدا، وانت بعد بخمس دقايق بالظبط هتطلبي تنزلي التواليت. لو رفض قولي له لا انا عايز انزل، انا عايز انزل، صممي ان انت لازم تنزلي، انا تعبانه وعايز انزل. هتنزلي عادي جدا، انا طبعا هنقابل بعض تحت وهنبدل وهنطلع مع بعض، انت تقعدي مكاني وانا هقعد مكانك وهنحل الامتحان عادي جدا. حليت، هي طبعا مسكت الورقه الاسئله فيها فاضيه اللي هي عارفاها اللي حليتها عندها، وانا حليت الاسئله اللي عندها اللي هي مش عارفاها، وتمام كده الامتحان اتقفل. طبعا احنا بعد اللي حكيناه ده هيتعاد هيتعاد تصحيح ورقتنا تاني ان شاء الله في الثانويه العامه. لا كان 81% و80%. لا في 1%. لا 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 الدرجات دي ايه يا عم علني؟ لا طب وانتوا عملتوا في الثانويه العامه 79.5% و80%. ايه ده نفس الحركه برضه؟ في حد في نص في هم كانوا خمس درجات يعني خمس درجات. طيب ايه تاني بقى في الدروس بتعملوا ايه بقى؟ في الدروس لو تعبت مثلا وغابت حصتين ورا بعض، بروح اول حصه على اساس اني انا عادي ندى واختي نجلاء غايبه، تاني حصه بروح على اساس ان انا نجلاء واختي اختي ندى هي الغايبه، عشان بيبقى طبعا عشان درس عاملينها نجلاء لو غابت اكتر من مره حاجات كده في ايه اللي هو وبتحاسبوا مره واحده ولا مرتين لما تيجي تخشوا كورسات بقى وكده؟ لا بنحاسب مره واحده. لا مره واحده. ازاي بقى؟ احنا اصلا كنا بنروح كورس بنقضيها كورسات، يعني بنروح كورس على اساس ان احنا شخص واحد بس باسم مثلا نجلاء او ندى وبندفع حق كورس واحد، وهي بتروح مره وانا بروح مره، وبعد كده هي ترجع تشرح لي اللي هي شافته هناك او هي وانا بشرح لها اللي انا خدته، بس خدنا الكورس. طب انا هفترض ان في واحد اعجب بواحده فيكم. ده حصل. ايه اللي بيحصل بقى؟ لا هي كانت موقف واحد، يعني كان واحد داخل لي على الفيسبوك فبيقول لي انا معجب بيكي جدا وعايز اتقدم لك وعايز وانا مبهر جدا بشخصيتك وانا وانا وانا، فعادي بما اني انا ما بخبيش حاجه عنها وكل حاجه بنحكيها لبعض فبقول لها يا بنتي ده واحد دخل لي بيقول لي 1 2 3 بصي شكله الاكونت بتاعه عادي يعني الحاجات اللي بتحصل ما بين. قالت لي ايه ده دخل قال لي نفس الكلام. قلت لها ازاي ده؟ فقالت لي اه والله دخل قال لي نفس الكلام حتى بصي، فبصيت لقيت نفس الكلام بالظبط. فدخل ثواني كده لو طب ده بيستهبل ولا متلخفن ولا ايه بالظبط؟ فاللي هو دخلنا احنا الاثنين هزقناه لان اكتشفنا في الاخر ان هو شكله متلخفن او حاجه، حسينا ان هو بيستهبل. طب ده على الفيسبوك، في الواقع بقى؟ لا في الواقع نادر قوي لما بتحصل يعني. طب انتوا بتلبسوا دايما زي بعض ها؟ طبعا. طب افترض كانت واحده يعني غيرت النيو لوك بتاعها، هو بيحصل ان هي مثلا انا تعجبني حاجه قوي وهي مش عاجباها فبالتالي مش عاجبها. اكتر موقف كان مضحك جدا في حياتكم انتوا الاثنين كان ايه؟ اكتر موقف صاحب العمر. موقف صاحب العمر ده ايه اللي حصل؟ احنا اصلا مغتربين ففي بدايه كل سنه بندور على شقه ناجرها، فاحنا كنا 4 بنات مع بعض، فصاحب الشقه صمم ان لازم 3 بنات بس هم اللي يسكنوا في الشقه، فنجيبوا كده نجيبوا كده، لا هم 3 بنات بس. قلت لها خلاص يا بنتي اكتبي العقد على اساس ان احنا 3 وانا ونجلاء هنتعامل كاننا واحد. قالت لي ازاي يا بنتي بتتكلمي ازاي؟ قلت لها اعملي اللي بقولك عليه. فعلا كتبت العقد على اساس ان احنا 3 بنات، جينا بعدها باسبوع اتعاملنا كاننا واحد بالظبط. في مره من المرات الثلاجه حصل فيها عطل معين فنجلاء نزلت معاه تصلح الثلاجه، ففتح معاها موضوع ان عنده فيلا وشقه في اسماعيليه عارضهم للبيع، فبما انها في اسماعيليه يعني ندور على حد ايه يشتريهم. فتمام اتفقت معاه وكل حاجه تمام، وان انا هشوف اكلم بابا واشوف حد يتصرف في الموضوع ده يعني، وانا ما اعرفش حاجه على الموضوع ده خالص. فجيت بعدها بيومين جه ياخد منها الايجار، فازيك يا نجله عامله ايه؟ ازيك يا عمو عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عمو نبيل تمام؟ عملتي لي ايه في حوار شقه اسماعيليه اللي كلمتك عنها؟ شقه ايه يا عمو انا ما اعرفش حاجه. قال لي ايه ده يا نجله انت لحقتي نسيتي؟ قلت له طب ثانيه كده واحده. دخلت لها جوه ايه يا بنتي حوار الشقه بتاعت اسماعيليه ده؟ قالت لي ده 1 2 3 4. قلت لها لا انسي الحوار ده انا مش هعرف استسلم نفسي على 5 دقايق، امسكي الهدوم اللي انا لابساها البسي واطلعي خلاص الحوار ده. ففعلا لبست الهدوم اللي انا كنت لابساها ودخلت خلصت الحوار، وهو ولا خد باله ان الشخص الاولاني اللي قبله هو يعني مختلف عن الشخص الثاني اللي اتكلم معاه، ولحد دلوقتي ما يعرفش ان في بنتين تونس كانوا مأجرين منه شقه في العماره بتاعته. بس كده في الجامعه بقى ضحكنا عليه. دلوقتي انتوا عايشين في الجامعه ولا خلصتوا؟ لا احنا لسه في ثانيه جامعه اكتوبر يعني. كليه ايه؟ كليه اعلام. وبتعملوا ايه مع الدكاتره في كليه اعلام؟ هو الدكاتره احنا مزولينهم شويه جامد جدا. يعني بقى هو الدكتور اصلا طب بيشرح عادي جدا وفي اللي هو في المناقشه وبيسال وكده، ففي اسئله طبعا بيدي عليها بونص اللي هو الاعمال وكده عامل السنه. ففي بقى اللي هي غيره النجاح بيني وبينها، احنا عايزين نقوم وانا اقوم وانت اللي جاوبت السؤال فانا لازم اجاوب سؤال الدكتور لازم يقومني وكده. فالدكتور بيسال عادي جدا وانا هم قومنا انا الاول فجاوبت السؤال عادي جدا، وبعد كده هي هتموت وتجاوب عشان عايزه تاخد بونص زي ما انا خدت. يعني اروح الاقي الدكتور مقومها بقولها هو انت مش لسه مجاوبه دلوقتي؟
اعملي كده. وبعدين بص ايه ده انتوا توأم والمحاضره كلها بقت عباره عن التوائم وانتوا في موايد واحده على موايدتين والدنيا اتقلبت كلها على الحوار بقت قلبت. انتوا بتحسوا ببعض قوي يعني لما يعني انت انا لما بكون تعبان هو بيتعب لو جالي شويه برد وهو جاله شويه برد. طب ذوقكم في الاكل زي بعض؟ نفس الاكل برضو اللبس الالوان نفس الذوق ولا ممكن انت تغير في لبسك مع لبسه؟ لا طول عمرنا بنحب نلبس زي بعض. ما في لو جينا في مره هو لبس حاجه انا ما لبستهاش لا الغي الموضوع ده انت ما تحطوش في دماغك اصلا. احنا الطاقم الوحيد اللي بنخش السيما بتذكره واحده. انتوا الاثنين؟ ازاي؟ حضرتك انا كنت مثلا ايه اخش اجيب التذكره اخش السيما اخرج قدام الراجل اكن هجيب فشار اخلي اخويا يخش طبعا هو مش مركز معايا اخويا يخش بعد كده بعد ما اجيب الفشار واجي اخش يجي يوقفني ايه ده انت مين انت لسه داخل دلوقتي حالا لسه داخل اقول له لا حضرتك التذكره اهي يروح قال لي اتفضل يا فندم نروح في الاخر طبعا بعد كده دخلت خرجت انا وهو بص علينا ايه ده في ايه نضحك ونمشي على طول بنحب نعمل فيهم مقلب جديد وفي مقلب تاني حضرتك عملناه احنا ساكنين في دور ارضي فكنت جايب شاشه كبيره واحد غريب معدي فالمفتاح وقع مني فبقول له بعد اذنك وماسك الشاشه فبقول له بعد اذنك بس ممكن تاخد المفتاح بس وتفتح لي فهو جاي يفتح الباب وكده كنت انا استخبيه اما اخويا كان طالع بالشاشه طلعت له بالشاشه الراجل راح بص كده راح ساب المفتاح وطلع يجري مننا على طول بس احنا بنحب احنا طول قعدتنا بنحب نزول الناس بتشتغلوا مع بعض؟ احنا شغالين سوشيال ميديا بنعمل برامج في الشارع بنعمل قفشات في الشارع بنعمل حاجات كتير ده شغلنا احنا بنحب نزول الناس دي حقيقه وبنعرف نعمل كل حاجه مع بعض يعني بص احنا ممكن نغني اغنيه واحده دلوقتي طب غنوا لنا مع بعض احنا بصوتنا حلو يلا يا سيدي يلا بينا احنا واحد اتنين على قلب واحد اخوات والقلب جاحد لا ما تقفش قصادنا الله يهديك احنا التقايل لا لا مالناش بدايل اخوات لا مش زمايل لا ما تقفش قصادنا الله يهديك اتنين بس احنا واحد ضهري في ضهري وقلب واحد دي كده اغنيه حضرتك يا ترى عندكم فقره تحبوا توريها لنا النهارده؟ بتعملوا حاجه كده برضو عندكم ايه فقره تعملوها؟ هم ورونا التالنت اللي عندهم ها هتعملوا انتوا ايه؟ فقره؟ مفيش اغنيه يعني حافظينها لا مفيش فقره في فقره كمان ممكن نمثل لك مشهد بسيط يلا يعني مشهد درامي بسيط يلا تمام؟ معايا الكاميرا انا عشت في الدنيا دي كتير انا شفت حاجات عمرك ما تتخيلها انا شفت الشروق شفت كمان الغروب شفت الخير انا شفت الخير وشفت الشر انا شفت القصب وهو بيتعسر انا شفت البطاطس وهي بتتقلي شفت البيض وهو بيتسلق انا سافرت اسكندريه مرتين يا ده انت جبل يا اخويا يا ده انت جبل يا اخويا شكرا لا بجد مخ ممكن هتعملوا ايه انتوا بقى طب هنغني ازاي طب يلا هسيب كل انتوا اعلاميين بقى المفروض يلا هسيب كل واحده منكم تسال كل واحد سؤال عايز اسالهم سؤال اسالي افكر لك بسؤال حلو اسال انا طيب اسال ايه اكتر اكله انت بتحبيها متغشش السؤال مكرونه بشاميل وانت واو مكرونه بشاميل برضه واحنا بنحبها برضه اسال سؤال اسال سؤال ايه اكتر اغنيه بتحبيها انت اكتر اغنيه هي دلع لعمرو دياب طب وانت اندال حلو اندال جدا طب ادينا حته اندال يلا 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 اندال 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 والله ما فيكم جدعان بس اشهد لكم رجاله كلكم لما بتحضروا اندال طبعا ما ينفعش كده ده انت واضح ان في اندال مضايقينكم قوي مين بقى الاندال اللي مضايقينكم؟ والله كتير قوي مين يلا كتير قوي قولي قولي يعني اكيد كل واحد في حياته بيقابل اندال في الصحاب اندال في كل حاجه بلاش خبط كلمه حضرتك احنا بنعرف نرقص برضو نفس رقصة عاملين رقصة لينا معينة اتفضلوا نرقص يلا هي جت على الرقص يلا يلا بينا كده يعني ولا نقص اللي انت عاوزه يلا اقف كده تمام شغال معايا يلا هتشغل اغنية ايه
هتخس وكده. مش اشكال. تمام. دي رقصك. برافو. هتعملوا ايه؟ لا اكيد مش هتعملوا كده. عموما انا سعيد جدا بيكم. ميرسي. انتوا بجد دمكم خفيف، وانا الحقيقه يعني منبهر بيكم جدا. طب انا مين؟ وانا مين؟ هي مين؟ تصدق بالله انا نسيت. نسيت. شابو شرشر وشاب شابو شرشر. هما لما قاموا اتلخبطوا. طب حضرتك ممكن تغمض عينك؟ اها. انتوا احنا هنا بديكم. اتفضل كده حضرتك. طلع بقى الاختلاف، مين بقى احنا، مين انا، مين وده مين وده مين. انت شهاب. شاهر. لا انت شهاب. لا انا شاهر. انا شاهر. انت شاهر. لا انا شاهر. هو شهاب. شهاب وشاهر. شهاب وشاهر. شهر وشهاب. انت. لا مش انت. لا انت كنت قاعده هنا. انت كنت قاعده هنا. هو ما كنت بقول. انت نجلاء. وانت ندى. صح؟ لخبطت فينا ليه يا استاذ؟ لا انت مين؟ انا؟ اه انا شاهر وشهاب. شهاب وشاهر. انا ممكن اعرفه. اتفضلي. طب يلا. انت شهاب وانت شاهر. والله شاهر انا. لا 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 استنى كده استنى. طب طلع لها البطاقه. مش مصدقه. لا لا ثواني كده ثواني. لا لا انت شهاب وانت شاهر. انا شاهر وهو شهاب. طب ثواني 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 ممكن تتلخبطوا. هنغمض عينينا بجد وهعرفكم. انتوا اتلخبطتوا دلوقتي. طب ثواني انت قول لي بس انت قول لي اسمك الاول. بصي ده لف. اوكي غمض عينيكي. طب اعرف بس هما مين الاول. انت شهاب؟ لا انا شاهر. انت شاهر؟ شاهر؟ اوكي تمام. غمضوا عينيكوا بقى. اتلخبط. طب لف. طب هنلف. يلا شايفه من تحت. خليك قراويس. ثواني بقى. شهاب. شهاب. انت شاطره. شاهر وشهاب. شهاب. شاهر وشهاب. انا ما بدلتش مكان. انا شاهر وهو شهاب على فكره. لا ما بدلوش فعلا اماكن. ما بدلوش. شفتوا تمام ازاي؟ خلينا نخلص الفقره ونقعد ندور عليهم يا جماعه. دي فقره شاهر شهاب شهاب شاهر. الله اعلم هم دول مين. نجلاء لخبطتوني. عموما هم بالتاكيد موهوبين وجمال وعندهم خفه ظل رائعه، وكل واحد منهم هيبقى عنده مستقبل جميل في مجاله. ميرسي يا دكتور. ومتشكر جدا. بس عايز بقى كل واحد يقول لي بجد الحقيقه. انت مين؟ انا شاهر. وانت؟ شهاب. نجلاء الجبالي. ندى الجبالي. هم دول. لا لا حتى الان يعني. وحضرتك شرف كبير لينا ان احنا قاعدين قدام حضرتك. جدا جدا. بتفرج على حضرتك. انا بحب حضرتك. انا بحب حضرتك جدا جدا. حبيت اقدمه النهارده. هم جمال بجد. واحد من الناس نورونا. واحد من الناس بنحب دايما نسلط الضوء على ناس تستحق مننا كل التقدير والحب والاحترام. النهارده اسمحوا لي ان انا اقدم تعظيم سلام لنوره. نوره طفله قررت انها تكمل دراستها بعد خروج اخواتها البنات من المدرسه بسبب ظروفهم الماليه الصعبه. هي دلوقتي في الصف الخامس الابتدائي. مش بس كده، دي كمان قررت انها تشتغل على توك توك علشان تصرف على أفراد أسرتها المكونة من 8 أفراد. بعد ما تعرض والدها المحترم الحاج أحمد العمدة لحادث سيارة سنة 2016، وده أدى لإعاقة بالساقين، أفقدته الحركة وبالطبع ما بقاش قادر يشتغل. نورة طفلة لكن بميت راجل، فيها جدعنة وشهامة وإصرار وتحدي وأمل كبير في المستقبل. نورة معايا في الاستوديو النهاردة، ومعاها أسرتها اللي هي فخورة جدا بيها وبالدور اللي بتعمله علشانهم كلهم. خلوني أرحب بوالدها الحاج أحمد. أهلا بحضرتك. وأرحب بوالدتها. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. وريت وبرحب بنورة طبعا. ازيك يا نورة؟ أهلا. نورتيني وشرفتيني. عرفيني بقى أسرتك الجميلة. ها مين؟ محمد. محمد أخوكي؟ ليلى. مي. ليلى. ليلى. آلاء. آلاء. آية. آية. وبابا وماما. حاج أحمد أنتوا منين؟
احنا من الشرقيه مركز الحسنيه. عندك كم سنه؟ انا عندي 43 سنه. كنت بتشتغل ايه قبل الحادثه اللي حصلت لك؟ انا كنت تبريد وتكييف. ايه الحادثه بقى اللي حصلت؟ الحادث كنت في مشوار في اسماعيليه ومروح بعربيتي، عملت حادثه على الطريق. فشاء القدر ان يحصل الظروف اللي انا فيها دي. مريت بكم عمليه وكده، بس للاسف ما فيش ولا عمليه نجحت. وادت الى ايه بقى الحادثه دي؟ ادت الى تيبس الركبتين، دي ما بتنتنيش، ده اخرها ودي اخرها. فما عادش في تصليح الا حاله واحده، ان احنا نعمل عمليه مكلفه حركه 360,000، والحاله الماديه لا تسمح بالتكليف. فطبعا في الظروف اللي انا نمت فيها دي ما عادش فيه دخل، ما عادش فيه شغل، وده شغل حر يعني، مش شركه ولا قطاع عام ولا حاجه. فما عادش في حركه، نمت في البيت. اهل الخير ساعدونا وجبنا حته توك توك صغير كده، ونورا ركبته وشغال عليه الحمد لله. مدام ايمان، بقالكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا 14 سنه. ما فكرتيش تساعدي جوزك في المعيشة بعد ظروفه اللي حصلت؟ والله أنا فكرت، بس الأسرة زي ما أنت شايف حضرتك عايزة اهتمام برضو ورعاية، مش ينفع أسيبهم، ووالدهم برضو تعبان، مش ينفع أنا أسيبه برضو. أنا بحتاج باستمرار حد يكون معايا، وصلني الحمام، يغير لي هدومي زي كده. عندكم طيب في أي قرايب بيساعدوكوا أو حاجة؟ لا، هذا الخير بس يعني كده مساعدة بسيطة كده، يكون فين وفين مرة. نورة ازيك؟ الله يخليك. ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 11 سنه. ايه اللي خلاكي بقى تفكري انك انت تسوقي التوك توك، وازاي اقنعتي بابا ان يخليكي تسوقي التوك توك؟ انت كنت موافق؟ انا كنت رافض وما زلت رافض. امال انت عملتي كده ليه؟ عشان اصرف على الاسره بتاعتي. انت بتعرفي تسوقي توك توك؟ اه. ولا اتعلمتي؟ لا، انا بعرف السوق توك. يعني ما خفتيش تسوقي التوك توك لوحدك؟ لا. مين اللي علمك سواقته؟ بابا. انت اللي علمتها؟ ما كانش في حل تاني يا مدام ايمان انها غير انها تسوق التوك توك؟ لا، ما كانش في حل اصلا، ما فيش لنا دخل اصلا. بعدين هي قريبه من ابوها شويه، فهي قررت ان هي تساعد ابوها وتطلع هي على الموقف بالتوك توك وتشتغل. احكي لي بقى، بتوصلي مين بالتوك توك وبتعملي ايه؟ في ناس بتبقى عارفاني على الكوبري وبتاخدني معاها. على الكوبري يعني الموقف. بتوصلي الناس بقى منين لفين؟ مش كل، في ناس بودهم ثلاثة، في ناس بودهم كبر البحر، في ناس بودهم اتنين. ولما التوك توك بيعطل مين بيصلحه؟ انا. بتعرف تصلح التوك توك؟ اه تعرف. اه ازاي؟ مين علمك؟ ريحتني من كل حاجة. تعرف تتدخل في كل حاجة، عادت تتصلح بنفسها. اشمعنى نورة اللي بتسوق التوك توك؟ ليه مش حد من اخواتها في اكبر منها؟ وكانت بتسوق العربية. بس قبل الحادثة. ياما كان عندي يعني العربية. يعني مش حد من اخواتها كان ممكن يقوم الدور ده؟ لا، هي عشانها قريبة من ابوها، فهي حدها جراء شوية، ما بتخافش. وكانت بتطلع معي في صنعتي برضه، كانت بتشتغل معايا قبل الحادث برضه. تشتغل برضه، عندها خلفية عن يعني شغالة، كانت شغالة في التبريد والتكييف، وحاليا شغالة في التوك توك. أنا مش مصدق الحقيقة، نفسي إنك كنت تشتغلي في الحاجات دي كلها عشان تصرفي على الأسرة دي كلها. لكن أنت كمان قررتي إنك أنت تكملي تعليمك صح؟ ودكتورة. ليه؟ عشان عايزة أتعلم وأبقى دكتور. هي شاطرة خالص في التعليم. أنت عندك كام سنة؟ عندي 11 سنة. سنة كام؟ خمسة ابتدائي. سنة خمسة ابتدائي، عندك 11 سنة، وبتعولي أسرة مكونة من 8 أفراد، وبتصرفي عليهم، وبتسوقي التوك توك وتصلحيه، وكنت شغاله في التبريد قبل كده، ودخلت كمان المدرسه. انت يا بنتي ما شاء الله، يعني رغم ان انا شخصيا متحفظ جدا على موضوع سواقه التوك توك عشان سنك كمان، لكن الحقيقه انت 100 راجل يعني، ولا ايه؟ صحيح. طب قولي لي بقى، ايه يعني بتعملي ايه في يومك ده في شغل التوك توك؟ بتتعبي قد ايه؟ بتشتغلي كام ساعه في اليوم؟ ازاي بتوفقي بين التوك توك وبين المدرسه؟ أنا بصحى الصبح وبروح أسوق التوك توك وأطلع بيه على الموقف، ولما ربنا بيرزقني بجيب لي فلوس وبيت. تعملي كام في اليوم تقريبا بالتوك توك؟ 20-30 40. بتعملي بيهم إيه؟ بجيبهم لبابا نصرفهم على البيت.
طب بتعملي ايه بقى وانت بتسوقي التوك توك كده وشايفه اصحابك اللي في سنك قاعدين يلعبوا مثلا؟ بتعملي ايه؟ بتتضايقي؟ لا. امال؟ مش بتضايق. يعني مش بيكون نفسك تنزلي تلعبي معاهم؟ بيكون نفسي بس اسيب بابا واسيب اسرتي واروح العب معاهم. اتعرضتي لاي مضايقات وانت بتسوقي التوك توك؟ لا. يعني انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه، بس انت يعني الحقيقه انا ما شفتش زيك قبل كده بصراحه، يعني ما قابلتش. يعني اصحابك في المدرسه طيب لما بيشوفوكي بتسوقي التوك توك بيقولوا لك ايه؟ مش بيقولوا حاجه، ده بينبسطوا بالشعبات ويركبوا معايا. طب انت ما فكرتش في اي مشروع تاني غير التوك توك؟ ما اكذبش عليك، عملت مشروع وما نجحش. انت بتاخد معاش كام؟ كنت باخد معاش. ودلوقتي؟ مقطوع. يعني انت دلوقتي بس عايش؟ بقالي سنه وست شهور قبضي مقطوع. يعني انت عايش على 30 جنيه اللي بتجيبهم كل 30 يوم؟ 30 40 اعلانه خالص 50 جنيه. واليوم اللي ما تشتغلش فيه تعملوا ايه؟ اليوم اللي هي ما تشتغلش فيه مفيش دخل يا مدام ايمان؟ لا مفيش دخل خالص. لا طب انتوا مش شايفين كنتوا محملينها اكتر من طاقتها؟ طب هنعمل ايه؟ مفيش. والله يا صراحه كانت بتتعب، هي بتتعب صراحه. مفيش حل والله. بتشتغلي كام ساعه في اليوم يا نور؟ ممكن اشتغل من الصبح للظهر، من الصبح للعصر، للمغرب، للعشاء. بتتعبي ها؟ اه. كلموني عن نور يا جماعه، شايفينها ازاي؟ عندنا راجل هو مش عارف يعمل لنا حاجه. ايه رايك في نور يا استاذ؟ هو ده اللي بتاعنا. بتحب نورة؟ اتكلم يا ماما. اتكلم يا بابا، رد على ماما. كلميني انت عن نورة. هي نورة احسن واحدة بصراحة يعني، واجدع واحدة وواحدة بنت راجل بصراحة، وهي شاطرة وبتحافظ على اسرتها يعني هي اللي بتصرف عليكم كلكم؟ اه. بجيب لكم اللي انتوا عايزينه بقى؟ بتجيب انه، بس طبعا ربنا يخلي بابا، مش كانوا مخلينا عايزين حاجة خالص. وشاطرة في المدرسة؟ اه. هما خرجوا من المدرسة؟ بس طبعا خرجوا لظروف. ده هي اللي انت مخطوبة؟ اه. انت عندك كام سنة؟ انا عندي 18. هتتجوزي امتى؟ اقعد اقعد مكانك. والله يمكن في الشهر الجاي ده. هو كان مفروض في شهر 10 بس الظروف المادية ما كملناش. يعني نورة كمان بتجهز اختها؟ يا ريت، نتمنى ان نوره تقدر تجهز اختها. اصبر يا جماعه. تعملي تاني؟ يا ريت، بس للاسف مفيش. هي المشكله ان احنا كان عندنا ميعاد في شهر 10 ندخل البنت دي، واجلنا الميعاد لشهر 2 اخر شهر 2، وبرضه لسه ربنا ما يسترش. يعني حاسه يا ليلى قد هي بتعمل دور مهم في حياتكم؟ اه طبعا. طب ليه مش بتساعدوها؟ احنا نفسنا والله نساعدها، بس بابا عمره ما خلانا نشتغل وعمره ما طلعنا بره، وهو بصراحه ربنا يخليه ويديله طول العمر. انا بتمنى ان هو يعمل العمليه. الاء انت في سنه كام؟ سنه تالت. نفسي تطلعي ايه لما تكبري؟ ده المايك يابا. هي طلعت بره المدرسه برضه؟ طلعت سابت المدرسه؟ الاء ونوره اللي في المدرسه. في المدرسه. انت طلعتي بره المدرسه؟ اه. كنت في سنه كام؟ كنت في اولى اعدادي. يعني الحقيقه انا قلبي معاكم. طيب احنا معانا تليفون، معانا الاستاذه مروه سعيد رئيس مجلس اداره جمعيه تنميه المجتمع. استاذه مروه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. قالوا لي انك انت عايزه تعملي مداخله معانا في هذه الفقره، تحت امرك. يا انا بصراحه معجبه جدا بنور، وانا يعني الحمد لله يعني كل شهر الجمعيه عندنا بتعمل مشاريع صغيره لاسر كتير، بس طبعا يعني دي نموذج نفتخر بيه كلنا يعني، فلازم نبقى واقفين جنبها، وهي ان شاء الله تبقى حاجه كبيره جدا باذن الله. طب هتعملوا ايه للاسره دي؟ حضرتك انا ان شاء الله يعني اشوف كده ايه المتاح، ان ممكن عم احمد يقدر مثلا يبيعه، او الاسره بتاعته تقدر تبيعها مثلا كمشروع صغير يعني، وبحيث ان احنا نحاول نخفف العبء على نوره، يعني نوره كده مش هتقدر تاخد بالها من دراستها. يعني هتعملوا مشروع للحاج احمد؟
بأمر الله. هتعملوا مشروع ايه؟ احنا ممكن هنشوف بقى اللي يعني اللي مثلا يقدر يمشي فيه في المنطقه بتاعته، او الحاجه اللي يقدر يتاجر فيها، او مراته تقدر تقف تبيعها. احنا بنبقى في الاول كده بنشوف زي دراسه للمشروع لحاجه هو يقدر يعني تمشي في المنطقه بتاعتهم. احنا بنعمل مشاريع كتيره في بقاله، في علافه، في جمادات. طيب ممكن وهل هتقدروا تعملوا حاجه للاسره نفسها يا دكتوره مروه؟ ان شاء الله بامر الله. انا بس المشكله ان الحسنيه بعيده شويه عن منطقه الزقازيق، يعني انا ماسكه الزقازيق باجوارها وفي مراكز كتير جنبي برضو ببقى قريبه مني شويه، بس ان شاء الله ربنا ييسر الامر. انا مش هحاول اكون جنبهم بامر الله، مش هسيبهم ان شاء الله. طيب انا بشكرك جدا انك انت هتتولي امر الاسره وهتوفر لهم مشروع. شكرا للاستاذه الدكتوره مروه سعيد رئيس مجلس جمعيه تنميه المجتمع اللي هتساهم ان شاء الله. احنا كواحد من الناس البرنامج هنساهم معاك ان شاء الله من خلال مؤسسه واحد من الناس في توفير بعض الاجهزه الكهربائيه الخاصه بجهاز ليلى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وانت محتاج ايه بالظبط؟ انا كل اللي محتاجه ربنا يستر على الولايه دي بس. طيب احنا هنشوف، هنعرضك على دكتور متخصص يشوف حالة حضرتك ايه، ونشوف احتياجك ايه بالظبط وايه اللي انت محتاج له، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يقدرنا ونقدر نساهم في موضوع علاجك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا اللي يهمنا ان الاسره دي متى انك انت بدات كمان تفتح المشروع ترجع البنت اللي طلعت بره المدرسه في المدرسه، واحنا هنساهم معاك في جهاز ليلى. انا اللي يهمني ان يعني النوره ترجع بقى طفله، تبعد بعيد التوكتو، ترجع طفله تروح المدرسة عشان لما تكبر تطلع ايه؟ دكتور. تطلع ايه؟ دكتور. ان شاء الله باذن الله. شرفتوني ونورتوني. نورة انا بحترمك قوي. ربنا يخليك. بجد انت بنتي ما شاء الله عليك. لما نتخيل حضراتكم ان البنت دي، ويا ريت الكاميرا تقعد مسلطة عليها الضوء وانا بتكلم. البنت دي هي المسؤولة عن هذه الأسرة بالكامل. هي المسؤولة عن توفير نفقتها بالكامل بعد ما أصيب الأب نتيجة حادث سيارة من 5 سنين، هي المسؤولة عن محاولة تجهيز إخواتها أو أختها اللي بتتجوز، هي المسؤولة عن توفير نفقات الأسرة، هي المسؤولة عن إنها تذاكر عشان تطلع دكتورة. دي أنا أعمل لها تعظيم سلام، وكلنا نعمل لها تعظيم سلام، وأتمنى إن كل واحد يشوفنا يشوف إزاي بنت صغيرة عندها 11 سنة قدرت تعمل اللي فيه رجاله كبار بشنبات ما عملوهوش. بجد نموذج رائع. انا بنتي بحترمك ومش عارف اقول لك ايه، واحنا تحت امركم في اي حاجه يا مدام. ربنا يخليك يا دكتور، وان شاء الله ربنا يرفع ويشفي. امين يا رب. ويكرمكم ويفرحكم بناتكم وابنكم الصغير. انا حبيت اقدم لكم نوره واسرتها، نموذج المحترم الكفاح والشرف، البنت الشريفة العفيفة اللي قدرت في سنها ده ان هي تبقى مسؤولة عن منزل بعد ما الأب تعثر نتيجة مرضه وعجزه. نورة تستحق مننا كلنا كل حب، كل احترام، كل تقدير، كل مساعدة. لازم كلنا نقف جنب نورة زي ما وقفت جنب اخواتها وابوها وامها. بشكركم جدا. ضيفتي النهارده متعدده المواهب، اعلاميه شاطره، ممثله موهوبه، وراقصه من الطراز الاول، ومغنيه بس باسلوب مختلف. هي الحقيقه ايقاعها سريع قوي، افكارها جميله، احلامها لا تنتهي، رغم انها لبنانيه الا انها بتعشق مصر وبتحب تتكلم دايما ببساطه وبتلقائيه، ورغم انها ناجحه في كل خطواتها الا انها بتحس ان قدامها احلام كتيره جدا في انتظارها، وانا شخصيا بعتز بيها جدا جدا. برحب بضيفتي النهارده الزميله العزيزه الاعلاميه رزان مغربي. ازاي؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه عامله ايه؟ واخيرا واحد من الناس شفتي حققت لي حلمي سنه 2021.
انت نورتينا في احد من الناس، انت واحده من الناس الجمال اللي انت عارفه الناس كلها بتحبها وبتقدرها. بشكرك يا دكتور على استضافتك، وبشكرك انك سمحت لي اقابل كل الناس دي عبر واحد من الناس. لا وبعدين انت في الحياه اللي هو بيتك الاصلي طبعا، طبعا يعني منوره الحياه نمبر 1 الحياه الحمراء رقم 1. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله، سنه سعيده عليك، وحبيت اليوم ابداها باللون الابيض لان احنا محتاجين سلام في كل دولنا العربيه وسلام داخلي وايجابيه لهالسنه. صحيح صحيح. وحشتني. انت كمان، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه قوي. و انا متاكده. هنبدا اسئلتي بقى ليكي. جاهزه؟ دكتور ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ عاده ببدايه السنه وخاصه بالاعياد نحن بنطلب طلبات وبنتمنى امنيات. انت حققت لي امنيتي ان انا كنت ضيفتك بواحد من الناس، ولكن حستاذنك انه يكون عندي 2 جوكر طلبين خلال الحلقه، انا استعملهم اي وقت انا عايزه. طلبين من مين؟ من حضرتك. وحضرتك كريم وقلبك كبير وبتحبني وعمرك ما بتكسف حدا واسعدت ملايين الاشخاص. طبعا مش هتيجي علي وتقول لي لا. طبعا طبعا طلباتك عينيا الاثنين. طلبين. طلبين؟ وعد الحر دين. هو انت مرتبه لي ايه بالظبط؟ وانا مشحده عليك 120 مليون في مصر. انا يا تسلم لي ربنا يخلي لي عيونك يا رب. طيب حاضر يلا بينا. اولا بهنيك على اخر اعمالك الجميله فيلم صابر ورادي، بتجسدي شخصيه ايه في الفيلم؟ صابر ورادي افتتحناه في راس السنه في ظروف النجاح والافلام في ظل ظروف الكورونا مثل ما بيقولوا، زي الحب في زمن الكوليرا مثل ما بيقولوا. طبعا فيلم كوميدي يحمل كثير من المعاني الحلوه بين الاشخاص، الصداقه، الامل، انه الواحد يقول الحمد لله، وفلسفه الحمد لله اللي فلسفه منتشره في مصر. فدوري ست مديره الشركات وست بتحب النظام جدا وهيك عاقده الحاجبين دائما، ولكن طبعا موجود نجمين من الكوميديا او نجم الكوميديا والاحداث الثانيه، الامور كلها بتنقلب وبتبقى الامور كلها يعني رأس على عقب. فيلم أنا كثير جدا كنت سعيدة فيه لأنه بدي وجه تحية لكل الأشخاص اللي اشتغلوا معنا، وعلى رأسهم المخرج أكرم فريد طبعا وأستاذ أحمد السبكي وكل زملائي. مبروك على الفيلم، وأنت ممثلة جميلة زي ما أنت إعلامية جميلة. أكثر فيلم عملتيه وحاسة إنه طلع منك إمكانيات كثيرة كان إيه؟ أنا دايما بؤمن بالعتبة الأولى أو العتبة الخضراء، ولازم هنا أوجه تحية لحرب إيطاليا والنجم أحمد السقا والمنتج والمخرج وكل هالفرصة الرائعة مع كل الكوكبة النجوم اللي كانوا فعلا مونيكا لغاية دلوقتي دور قدمني بطريقة كثير كثير حلوة للجمهور المصري بالتحديد، وكان دور بيشبه كثير رزان يعني. فما زال حرب إيطاليا والروسية مش قادرة أنساها ولا حد نسيها. ثانك يو احمد السقا على الروسيه. فطبعا يعني اكثر فيلم قريب لقلبي. رزان لو اخترتي نجم من نجوم زمن الفن الجميل كنت تحبي تقفي قدامه هيكون مين وليه؟ دكتور زيفاجو، النجم العالمي المصري اللبناني، اروع رجل على وجه الارض، عمر الشريف. اكيد كان نفسك تمثلي مع عمر الشريف. صراع في المينا يعني بليز، حتى لو اتضربت انا مش عايزه يبوسني، عايزاه يضربني القلم اللي ضربه للاستاذه فاتن حمامه، وما عنديش مشكله خالص. لا تضربي بس وخلاص. ما اعرفش يعني، يعني ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب. طبعا امر. ودي شخصيه عملتها فنانه كنت تتمني انك انت تعيديها بطريقتك. خلي بالك من زوز، وعمري ما هعرف اعملها زي السندريلا سعاد حسني، ولكن فيلم يعني مع تحيات الاستاذ العزيز لنيلي، مدام نجلاء فتحي عندها المسرح الماريونات فيلم مع اظن الاستاذ مصطفى فهمي. مزبوط. يعني الافلام الميوزيكال كثير اخذه مني، كل افلام قطقوطه وانور وجدي الرائعين، الناس الفنانين اللي بجد مع احترامي طبعا الموجودين لانه بعدهم في فنانين ومصر ولاده، بس افلام الاستعراض نعيمه عاكف، كيتي، يعني كل شيء ميوزيكال. وللاسف ما بعرف فيكي من كيتي. انا قاعده على الكنبه وفي اميكيتي، امال لو قمت سبت الكنبه هيحصل ايه؟ لا خليك يا الله يخليك. لو عملت قصه حياتك فيلم يا رزان يكون ايه؟ فيلم دراما ولا كوميدي ولا استعراضي ولا فيلم اكشن؟ انا من لما اتولدت اخذت عهد على نفسي انه الدراما دي ما بدي اشوفها، ولو موجوده عايزه اخبيها. حيكون فيلم مجنون، كوميدي، اكشن، وشويه استعراض واغاني، لانه لازم النجمه لازم ترقص.
طيب خليني كده بص على الصورة الجميلة اللي قدامنا دي ونفتكر مع بعض أهم الحاجات اللي كانت بتميز طفولتك. زوزو، خلي بالك من زوزو يا دكتور، دي أنا كان عمري يمكن سنتين. هلا ماما بتقولي إنه أنت رقصتي قبل ما تمشي، ما أعرفش هو ده يعني حب له، بتقولي أنت رقصتي قبل ما تمشي، ما بفهم إزاي. إيه هون كنت صغيرة كتير يعني. دي كانت فين الصورة دي؟ بلبنان قدام بيتي براس بيروت. مين كان الأقرب ليكي أكتر، بابا ولا ماما؟ أنا بجد أولاً بشكر ربنا وبحمد الله سبحانه وتعالى إنه عطاني أم وبي. ماما عاطفة جياشة، بركان من العاطفة، وبابا عاقل، فأنا عندي نص من الاثنين. يمكن ماما بهالعمر الواحد بحب أمه أكتر، بس لما بتكبر طبعاً بتعرف إنه البنت حبيبة بابا. هون قدام بيتي براس بيروت قدام رملة البيضة يعني. دي صورتك مع ماما؟ حبيبي قمر ماما ما شاء الله. دكتور لو سمحت عم تتفرج علينا هلأ، ماذا تريد أن تقول في هذه الست الجميلة اللي أمر؟ أقول شخصية بتفكرني بالجوكاندا بالموناليزا، حبيبي فيها ملامح كده بريئة وفيها قوة شخصية. شوفي انت يا بصة ازاي مزبهلة. انت يا عيني مزبهلة خالص الفلاش. بشكرك على الكلام اللي قلته عن والدتي طبعا. الله يخليك ماما جدا جدا في بيروت، بحييها جدا حبيبتي. والدك عبد الوهاب المغربي المحامي الكبير، ايه اهم القيم اللي ربكي عليها وتعلمتيها منه؟ يمكن اعملي اللي في نفسك بس قولي واعترفي وما تكذبي، كوني طبيعتك. بنختلف بالاراء كثير ولكن بحافظ على انه انا اقول رايي بالبيت. انا لانه كنت البنت الكبيره البكر فكان كان عايز راجل. انتوا كم اخ وكم اخت؟ انا وطارق واصغر مني طارق بعشر سنين. طبعا دلوقتي بقيت بكذب بقول انه طارق اكبر مني بعشر سنين بس ما ينفع اكذب قدام حضرتك. فلما كان عنده عشر سنين وانا كنت وحيده عشر سنين يعني خلفوه بعد عشر سنين، كان عايز راجل يروح معه ويسافر معه وبالشغل معه، فكنت انا الراجل ده. فبوجه له تحيه كثير كبير، هو في لندن دلوقتي وانا بقالي السنه ما شفته بحكم الكورونا والحجر، فانا وحشني اهلي كثير لانه ماما بقى لي كثير ما شفتها وكان عندها تحديات صحيه هيدي السنه. الله يقومها بالسلامه ويقوم كل الناس بالسلامه يا رب، وما يرحم حدا من امه وبيه، ولكن موجودين وبحكيهم كل يوم، بس صار لي سنه وشوي ما شفت بابا تخيل. تحياتنا لوالدك كثير جدا. بس قولي لي انت بقى بما ان بابا محامي كبير، انت بتعرفي تاخدي حقك ولا ممكن تتنازلي؟ خالص انا كثير بتنازل لانه ما بحب الصدام. يعني أنا بحس عارف إنه إذا أنت بتنام بتكون أنت المغلوب على أمرك أو المظلوم. يا بخت من مات مظلوم ولا بات ظالم. هي أسهل جدا لما حضرتك قلتها، أنا كنت لسه عادي ست ساعات أقولها. فأنا ما بحبش الصدام، الدنيا ما بتستاهل. والتجربة أو الدرس اللي تعلمناه السنة اللي فاتت إنه فعلا ما في شيء بيستاهل. دكتور اتظلمت كثير الحمد لله، مش كثير بس يعني ما بعش في المؤامرة أو عهدة الاضطهاد، ولكن بحس إنه كان ممكن أعمل كتير أكتر. أنا بعد ما عملت شيء بالسعيد إمتى حسيتي بالظلم الشديد؟ إمتى حسيتي بالقهر الشديد؟ وحسيتي إنك أنت مش قادرة تدافع عن نفسك؟ يمكن لما بتفهم غلط أو لما الشيء اللي بعمله بيتاخد بأبعاد أخرى. وفي مثل بالإنجليزي وقت حكيته لبي قلت له، قال لي don't dignify this with an answer، لا تعطي شرف الحق لهذا الموضوع. فمرات بتحس حالك انه الموضوع هذا مش لازم ينحكى فيه. فبحس انه مع الوقت الله سبحانه وتعالى بينصف الاشخاص، يعني الله بحاسب في حساب بالاخره بس في حساب بالدنيا. الحمد لله لهلا انا كثير سعيده من حكم ربنا وحسابه لإلي وعلي. من النوع اللي ممكن تنتقمي من اللي ظلمك؟ بقيت مقتنعة بفكرة حسبي الله ونعم الوكيل، بالرغم انه جواتي الشرير عايز بس برجع بقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس لو الشرير ده طلع يعني، بص الانتقام الصفة بالبشر يعني موجودة، ما بدي اقول ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اياها يعني في العين والعين والسن وبالسن. الانتقام مرات بتحس انه انت من هالقد مظلوم عايز تطلع حقك، خاصة لما بتكون مظلوم والضرر او الشر مش بس اجى عليك، اجى على مجموعة من حواليك. فبس انه يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل بالضبط. شفت الاداء؟ شفت يمهل ولا يهمل. قولي لي لما كنت بتغلطي وانت صغيرة كانوا بيعاقبوك ازاي؟ بيوكلوني. ايه؟ بيوكلوني. لو غلطت ما بين فترة الفطار لغاية الساعة 12 11 ونص لازم اكل كنافة.
الكنافه اللبنانيه طبعا اكيد دقتها اللي هي اطيب كنافه بالعالم مع احترامي لكل كنافات العالم العربي يعني اللي هي بالقشطه او بالجبنه وعلى بقلب الكعكه اوكي ولازم يفضلوا قاعدين عشان ابلع لان انا بنام باللقمه يعني بحط اللقمه كده بتلاقي خدي هيك وبنام فيها عشان عنيدي وما بدي اكلها اما يا دكتور لو الخطا حصل ما بعد الساعه 12 يعني فتره الظهر او العشاء فلازم اكل ساندويتش دجاج بالثوم والكبيس وده زعلك ايوه انا ما بحبش الفراخ واللحمه ليه انت نباتيه بسكتيريان يعني باكل الفريدوم يعني العقاب بتاعك انك انت تاكلي فراخ او لحمه بعدين مره ماما قالت له لبيي قالت له لا عبد الوهاب ما معقول البنت كتير شقيه بالمدرسه وكتير عم يجينا قال لي بصي انت لو هتفضلي تزعليني انا همسك لك صباعي الصغير وحشد عليه قلت له لا كده اوفر كنت شاطره في المدرسه ولا كنت بركز كتير وبحفظ يعني بلقط وبعدين بتشتت يعني تركيزي بسيط وطبعا لانه بكونوا قاعدين قدامي اولاد الجيران شوي بيكونوا حلوين وبحبوا يحكوا فبروح بسرح كتير بس لا شاطره انت بتشغلي اولاد الجيران ولا هم اللي بيشغلوك؟ لو هم قاعدين ورايا ايوه هم اللي بيشغلوني أيوة. لو هم قاعدين قدامي انا اللي بشغلهم لا كنت شقيه بس كنت بركز يعني انا مثلا ام بي ستودنت بي بص انا ما بحبش الضغط تبع انه لازم تكون ممتاز 20 من 20 ننجح وخلاص الحمد لله ايه الماده اللي كنت تترقبي منها فيزيكس واول اول اول كور اول كور يعني اول حصه اجى الدكتور تبع الفيزيك قال لي رزان انا بدي اكمل هيدي السنه هعمل معك ديل ما تحضري تعي امتحني بس خلي هولي يتعلموا فكنت دائما هيدي بالسكوند يعني لو انا عارفه انا طالعه ادبي وفيلوزوفي عارفه حاعمل فلسفه فهيدي السنه اللي بيكون بعدك انت انه عم بجر الرمق حلاوه روح انه يا جماعه ما بحبوش ما حضرت ولا كورس ما حضرت ولا سيشن وجبت سي بلس لا ما شاء الله شاطر قوي ما شاء الله لا ما شاء الله ما شاء الله ما هي بس لما ركز والجمجمه دي تشتغل حصل انك انت مره زوقتي من المدرسه واتقفشتي؟ انا؟ بريئه يا دكتور حرام عليك ده شكل واحده تزوغ مدرسه؟ ده انت كله كده شكلك كده لا انا كنت بزوغ بس بيكوز يعني بيكوز ايه؟ ايه هقول لك مثلا نفترض في عدوان على جنوب لبنان ايوه اقوم الفصل ونروح نعمل مظاهره اما تضامن مش لازم انا اتضامن يعني هلا حصه الماتيماتيك او الحساب علينا اي شيء كنت اخذ كثير كوزز يعني كثير بتضامن حتى لما رحت على لندن وكان في جوله المظاهرات كنت كثير بحب روح بالمظاهرات حتى بيي بحب انه يعني بكبر هذا بتحب المظاهرات انت ها بلندن بلندن ايه نوع المظاهرات بلندن يعني اي يعني معظمهم كانوا مثلا مع القضيه الفلسطينيه اخواننا بفلسطين معظمهم الجنوب اللبناني معظمهم اي حدا مضطهد انا بتلاقيني وراه ولو فيها تزويق من المدرسه بتلاقيني وراه وقدامه الاثنين باخد حسنتين بدي حسنه واحده قولي ايه السر اللي في حياتك وانت طفله ما حدش يعرفه خلاص لغايه دلوقتي هو لسه مكمل معايا ايه هو لما بنام بيحصل ايه ما بعرفش انام بسرعه وبعدين دلوقتي ما بقتش انام خلاص بقيت من الزومبيز اللي عايشين معكم يعني حضرتك تكلمني اي وقت هتلاقيني 2 الصبح 4 الظهر عادي لازم العب بشعر يعني امسك خصله من شعري واعمل هيك ولازم احط لساني بين اسناني وبعدين وبنام يعني بس خلي بالك دلوقتي لو حدا قلبت عليه الوجع يا دكتور وكده بتنامي ايه بس ممكن لما بدي فوت بالمود تبع الراحه ريلاكس مود بعمل بس اكون بالطياره لازم اعمل هيك وبعدين مبسوطه كثير بالكمامه هلا لانه لانه هذا محله واحد يشوفك انه انت انه دموازيل لسه بقول دموازيل يعني انا مش فاهم طب بتعبي في شعرك دي إيه؟ مفهومه اوكي بتعودي لسانك إيه؟ ليه؟ لا بعمل هيك اهو يعني بعمل هيك تخصلتي هلا بوظنا الشعرات بس بلعب فيها هيك وبعمل هيك جديده دي ما هذا سر دي جديدة خالص بس ما حدا قلته لي بس ما بتعرفها أنا أول مرة أشوفها دي ومرات كانوا يجيبوا لي قطعة فرو الفرو هيك الحقيقة كمان مش هو ما كان لما يضحكوا علي ما أخذها وبحطها هيك وبعملها يعني بدي شيء ناعم وهيك قولي لي إيه اللي تربيتي عليه وبتربي ابنك رام عليه؟ بحبه يكون عنده تقوى اللي هي يقدر شو اللي ربنا اداهوله ويعمل بمقابله يعمل شيء يصلي كرمال انه الحمد لله نحن عندنا رجلين وايدين وعينين يعني عندنا حواس انا بحس اهلي رزق اهلي هم اول رزق ربنا اعطاني اياه فبحبه يكون صادق يقول الحقيقه رام متاثر اكثر بيكي ولا بناجي جوزك؟
طب لا طبعا احنا عيله منفتحه وفيري اوبن يوروبيان بيبل، بتاثر فيها اكيد. لا 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 اخدم الاثنين، بروده وهدوء اعصابه اسم الله، ولا دبلوماسي لبابا. بابا هو جوزك ناجي بابانا، احنا الاثنين، انا بقول له بابا لجوزك برضه بابا بارد هو يعني هادي 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 عنده برود اعصاب اسم الله. وانا بركان رامت لي اوسيدي، بحب يرتب، بحب التلفزيون، بحب البرامج السياسيه، بالرغم انه هلا عم بيتعلم عربي بس هو البرامج السياسيه بتستهويه، يعني انا بيتفرج علي شوي وبقلدني اغلي، بس هو بده يكون برنامج سياسي. يعني انت ست بيت وام شاطره؟ انا بحاول كل يوم اجتاز هذا الامتحان بامتياز. انا بعمل كل يعني مهام ست البيت بعملهم كلهم 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 كلهم. يعني اكثر حاجه من شغل البيت مثلا ما بتحبيش تعمليها؟ تنظيف الحمام. تنظيف الحمام لان عندي طقوس لكل قطعه صيفه، لانه انا بحس انه هذا يعني هذا مكان لازم يتنظف كثير صح، وانا كثير موسوسه بالنظافه. ف ناجي بيغير عليكي؟ يا ريت. طبعا اكيد. لا ناجي كثير شرقي بامور، ولكن هلا انا بقولوا انه الرجال لما بيعرف قد ايه مرته بتحبه ما بيقعد بغير عليها، وهذا الموضوع كثير مضايقني بصراحه، بس لا ما كثير عادي، او ما بفرجيني كثير، بس انه هيدي الغيره الغسليه لا ابدا كثير كول. كول بكبر دماغه. عنده راجل في الشارع بكبر دماغه يمكن، اما وصل البيت ايش؟ ولا واثق من نفسه؟ هو واثق من نفسه واثق مني، حبيت كيف حضرتك حطيتها طبعا. هاي غير من ايه؟ يعني مين فيكو عقله اكبر من الثاني؟ انا بحس انه الزواج لازم الاثنين يكبروا عقلهم، اذا الاثنين الراجل مصغر عقله الست تكبر عقلها، لو الثلاثه العكس يعني احنا حنشيل بعض، بس هو لازم يكون اخذ قرار انه هذا المشروع لازم ينجح حتى الرمق الاخير. انت بتغيري عليه؟ كنت كثير غير قبل، هلا تعالجت، اخذت الحقنه، ما اعرفش ايه، اشتغلت مع حالي. يعني الغيره مش يعني هي الغيره على فكره ما لها علاقه انه شخصيتك ضعيفه او انه انت مهزوز، ما بعرف يعني، بس انه انا كنت قبل كثير بغار وهلا صرت كثير منيحه. مين فيكم بيعرف يحتوي الثاني؟ انا. انت؟ انا بحس الست هي ام وزوجه وحبيبه واخت ومانجر، وانا كثير انا بولدوزر، يعني انا ما بنام ساعتين، برتب وبحضر وبكتب وبتصل وبظبط وبحجز يعني كثير. مره سمعتك بتقولي جوزي مش بيشكمني، كنت تقصدي ايه؟ هلا انا وقتك بعد بيشكمني ايه؟ انا من لبنان، درست وتربيت وعشت بلندن وسافرت على كل اوروبا، ولكن انا بحب الراجل، بحب وجود الراجل، وبقدس انه الكلمه الاخيره لإله، حتى بحنكه الست ومهارتها، بس تفضل حلو. بس ناجي ازاي مش بيشكمك يعني المقصود ايه مش بيشكمني؟ ما انا ما بخليت له مجي يعني انه هو يقول رايه هيك، لا مرات انه مرات بيصير على رايه، ناجي برج الثور وعنيد الثور يعني كتير. مثلا الراجل الشكم يعني مفهومه يقول لك مثلا بتكلمي الراجل ده ليه؟ انت لابسه كده ليه؟ انت رايحه فين دلوقتي؟ بتكلمي في التليفون؟ قلت لك لا مش هتخرجي؟ لا ما بيعمل هيك، لا بس انا مثلا بطريقه لطيفه هيدا بيعمل حاجه من الحاجات دي؟ لا خالص خالص، بس موضوع مثلا مبدا انه ما فيش شكم خالص. لا بس بقول لي انه هتبردي هلا، انه هيدا الشكم الحديث انه مش ممكن تبردي هلا يمكن هيك انه انت ببرري له وقت حر. انا بفهمها كثير سلس ودبلوماسي صراحه هو. حضرتك ايه برجك ايه؟ الاسد. اسدين اسدين دول ولا عليك، قلبي بيسالني عليك، اتريني بفكر فيك. امتى؟ انا 19 اب، انا 30 جولاي. دكتور لازم نحتفل مع بعضنا. لازم اكيد، بس انا كل 10 سنين بحتفل مره بعيد ميلادي. عشان كده انت لسه النهارده عندك 15 سنه. ربنا يبارك لك. جايب طفله صغيره. اي لاف يو. طب قولي لي اوحش حاجه في الجواز ايه؟ ما فيش، انا ما بلاقي شيء. يمكن الرجال ممكن يجاوب، بس انا بحب الزواج بالعكس، انه خطوه جديده، مملكه، مشروع، حلم، كل يوم بتفيق لتحققه وتكمل فيه وتنجح فيه، يعني ما بدي افشل، انا ما بحب الفشل.
العصفوره قالت انك انت طباخه فاشله جدا وعايشه حياتك كلها تيك اواي، ده صحيح؟ موتوا العصفوره دي. لا بطبخ كل الاكل اللبناني، يعني فتوش، تبوله، طبعا الترجمه هتنزل تحت لتعرفوا، بابا غنوش، حمص. ده طبيخ ده؟ ما هذا نص طبيخنا هيك بالظبط. وانا قلت خليني اعمل نفسي فيجيتيريان، حذفت كائنين الحيوانات والطيور من المطبخ. مش طبخه في البيت خالص. لما رام اجى، رام كان عايش مع ماما مامتي، ويعني ماما وبابايا في لندن، لما اجى صرت بدي اطبخ له، فبطبخ له لرام، بس لرام. والراجل اللي انيكي ده اللي بيتجوزك، هي دي الكلمه والله العظيم. انا بحس حبيتي ام سو سوري ام سو سوري، عشان هيك نحن بنحافظ على رشاقتنا مدى الحياه. ايه يعني عايش حياته هو تيك اواي كلها؟ لا قلت له حبيبي ليك، ليش الفراخ واللحمه غاليين؟ انا عايز اكون ست موفره. حذفناهم، وفرنا 400 جنيه في الشهر، و6 جنيه غاز، وايه كمان؟ وسبنا والذي، يعني حاجات كتيرة. والقرداحي، القرداحي بمصر يعني انت بلا لحمة. انا عايش حياتي كلها قرداحي على فكرة. الواحد بيعيش اكتر اذا عشت هيك، صدقني بكرة بخبرك. قولي لي ايه الاكلة المصرية اللي كنتي مش ممكن تقدري تقاوميها ابدا؟ طبعا الكشري. لا انا ممكن احطه على شعري، احطه تحت عينيا، انتي سام، يعني بعشق الكشري. يعني كل الاكل انا بحب الفطار. ايه يعني الصلصه هيدي، الصلصه الغريبه الرهيبه. لا انا بحب الفطار المصري كتير. يعني الفول والطعميه والبتنجان والترشي والجبنه القريش والجبنه البيضاء. بحب العيش البلدي كتير، البطاطس بالطحينه، بحب الطعميه المحشيه، ها في البتنجان مقلي، وفي بحب الارنبيط، القرنبيط بالخلطه هيدي اليوم. جوعتيني يا بنت اللذين. بعدين كشري وخلاص، تكمل كشري لانه يعني بعد كده ما ينفعش تدي فرصه للمطبخ المصري لانه يعني بصير بط حمام، حمام بط، ورك رقبه، رقبه ضاني. قلت لهم حرام، ادفنوا حاجه من هذا الكائن اللي ذبحتوه، ما فيش حاجه بتدفن، حتى الديل بيتاكل. يعني ما معقول ده، عقبال هيروحوا يصلوا عليه فين؟ يعني حاجه من قطر وكده ما فيش. متخيله اليوم اللي ممكن رام ابنك يجي يقول لك يا ماما انا عايز اتجوز؟ انا عايز اتجوزه بعد سنه. رام جاهز. عنده كم سنه؟ 6 سنين. وهو جاهز دلوقتي يتجوز؟ انا بدي اتجوزه كتير صغير. انا لو بيرجع في الزمن هتجوز 13 سنه او 14 سنه. طبعا حقوق الستات والزواج المبكر ارجوكم، طبعا احنا من باب الفكاهه طبعا اكيد، بس انا كان كتير جاي عبالي اتجوز انا وصغيره. وقتها ما كان جاي عبالي، هلا صار جاي عبالي. كنت هخلف بعد 9 شهور. أنا سمعتك مرة قلتي أنا نفسي أجيب 20 عيل. أيوه. ليه؟ بس بيضلوا جسمي عامل هيك. أحلى حاجة العيال. علشان متجوزين يبقوا سعد على طول، المفروض يعملوا إيه؟ حاجة بسيطة جدا، تقول حاضر ونعم لمراتك. اديتك الحل. يعني نعم. الراجل هو يقول حاضر لمراته؟ ولا مراته تقول له حاضر وكل حاجة تمام؟ حضرتك دايما زنقني في خانة اليك. عايز، لا، عليك أن تسعد المرأة عشان تعيش مرتاح. كثير من الرجال قالوا هيك، انه الا حاضر ونعم هلا، مش على الامور، مش على كل شيء. هو يعني عشان يسعده يقول لها حاضر ونعم في كل حاجه؟ يعني الامور اللطيفه، اوكي. طب وهي تعمل ايه؟ تقول ايه؟ طبعا الرد سهل جدا، الطريق الى قلب الراجل معدته، طبق باميه باللحمه الضاني وادخلي عليه وخلص. قولي بقى حكايتك مع الغنى؟ أنا عارف إنك أنتِ أول أغنية كانت سنة 2002 بعنوان لعب وجد وحب، وأول ألبوم كان سنة 2008 صورتي منه كليب أظن بعنوان لو حب ده وأنت بقى. أيوه صح؟ طبعًا، تحية لكل الأشخاص اللي اشتغلوا. طبعًا أنت بقى نفسك كانت عمل ليها النجم اللي بحبه كتير تامر حسني. طبعًا صراحة بحب الغناء، أنا بحب أقرب للجمهور بأي وسيلة من وسائل الفن، لأنه أنا بحس أنبل مهنة على وجه الأرض هي المهنة اللي بتسعد فيها الناس. انك تقدر تحط ابتسامه على وجههم. حضرتك برسالتك وعبر برنامجك بتسعد الاشخاص، انا على قدي بسعد الاشخاص، بس انك تحط ابتسامه وتسعد حدا انا بحسه هذا يعني اتموس نوبلس يعني. فهذا هو الهدف. لو وصفنا اللون اللي انت بتغنيه تقولي عليه ايه؟ فرح. فرح. اي ما بعرفش اعمل دراما، انا بيبعتوا لي اغاني حب، بقول له انت اذا بتحب لازم تكون مبسوط، تكون احلى رجل على وجه الارض، يكون عندك طاقه تطلع على المرايه، تنشط شعراتك، تلبس حلو، انه انا مبسوط. والست نفس الشيء، انا ما بفهم انه الواحد بحب وبيقطع شرايينه وبيبكي. ما بعرف ليه الحب لازم يكون حب انه دراما، الحب طاقه، سعاده، عمر جديد، تجربه جديده، ابتسامه جديده، زي ابتسامه حضرتك دلوقتي.
طب لو طلبت منك تسمعيني حاجة ممكن؟ دكتور أنا هضطر أستعمل الجوكر الأول في الحلقة. وعد الحر دين عليه وحضرتك حر ووعدتني. وعدتك بإيه؟ قلت لي عندي طلبين هحقق منهم واحد هلا وطلب بعد شوية. طلب إن شاء الله؟ طلب بسيط جدا. حضرتك بتحب نجيب الريحاني؟ طبعا في حد ما يحبش نجيب الريحاني طبعا، ده أستاذ كبير. وبتحب صاحبة أبتل أجمل ابتسامة وسنين لولي النجمة ليلى مراد؟ طبعا يا سلام، قيثارة الغناء. في مشهد كتير حلو لما ليلى مراد ركب البنتلي الكابريولي وأستاذ نجيب الريحاني جالس على يمينه. طبعا فيلم غزل البنات. بالضبط. أتمنى حضرتك تكون أستاذ حمام وأنا أكون التلميذة الخيبانة لو سمحت، وهاخدك في رحلة مع كل الجمهور وكل الناس اللي في الحلقة. حمام إيه؟ مش فاهم. لو سمحت. لو سمحت إيه؟ لو سمحت حمام. أنت لو سمحت اتفضل. هنسوق؟ إحنا ما اتفقناش على كده. حضرتك قدام كل الناس دي قلت لي ليكي طلبين. أول طلب طلبين يعني تطلبي في السؤال ما تجاوبيهوش مثلا تعترضي عليه، لكن أنا عمري ما هعترض على شيء، بالعكس الناس حابين ينبسطوا ويفرحوا، وما في أحلى من زمن الفن الجميل والأفلام الأسود والأبيض والعمالقة اللي عملوا. نحن طبعا هنحاول نقرب من عمري ما غنيت قبل كده، إزاي أعمل كده يا رزان؟ الدكتور صاحب البحة الرائعة والوقار الجميل بحنجرتك، لازم نسمعك لأول مرة بالعالم سنة 2021 ونسعد العالم اللي كلهم بيحبوك. والله ما حصلش في التاريخ قبل كده يا رزان والله. أستاذ حمام هتكسب. حمام مين؟ احنا ما اتفقناش على كده يا جماعة. لو سمحت لو سمحت. كل الاستوديو ليكش مبسوطين وحيطلع كله بده يغنونا نغنيها. ونحن محضرين لك مع فريق الإعداد والمخرج، بدنا نشكرهم كتير، هيدي المفاجأة. انتم متأمرين عليا كمان. مؤامرة بيضاء. إيه يا أحمد الكلام ده يا أحمد؟ انت موافق؟ انا مش موافق. انت طب خلاص عشان انا وعدت. تسلم لي حبيبي. تسلم لي. تسلم. جنبك هنا اتفضل. ايوه سيت بيلت، ما كانش في سيت بيلت وقتها. حاضر. احنا هن انا وانت نغني الريحاني. انا هكون. طب احنا ايه هنغني كده؟ ايوه انا بترف عقلي فاضل له دقيقه ويخف. يلا جاهزين. عيني بترف وراسي بتلف وعقله فاضله دقيقة ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضله دقيقة ويخف. تسمحي لي بكلمة واحدة؟ قول يا نور العين. نفسي أعرف منى يا أعرف إحنا رايحين فين؟ رايحين عالبلد اللي تجمع شمل العشاق، نفرح ونغني ونودع عهد الأسواق. والله أنا حاسس. إيه؟ إيه؟ حاسس بمصيبة جاية لنا. يا لطيف يا لطيف. مصيبة ما كانتش على بالنا. يا لطيف يا لطيف. حمام عايزة حاجة. حاجة إيه؟ حاجة تاكلي؟ أكل؟ لا عايزة أفرح، عايزة أغني، عايزة أبوسك مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ربنا يجينا. جبتك معايا عشان تقاسمني للخراب وأنا ليا من غيرك يشاركني فرحة أمالي وهنا أيامي. عشانك أنت يعني كويمة مدرنا أحجتتي وأمشي فيهم وأقول يا لهوتي. علشانك أنت أدخلني من النار وأقلع أحجتتي وادخل جهنم واشوي واقول يا لهوتي. طبعا بشكرك يا دكتور، حققت لي اول أول جوكر واخر جوكر كده. بعدي واحد واحد. انت خلاص خلصنا كده خلاص يعني. طبعا احنا بدنا نقول تحيه كتير كبير للعمالقه اللي قدموا هذه اللقطه. طبعا طبعا. وبنعتذر انه احنا قدمناها بطريقتنا يعني، بس اكيد احنا قدمنا حاجه. بالظبط بالظبط. تسمحي لي ارجع مكاني تاني؟ اتفضل. بس شفت قالت له عايزه افرح، نفسي افرح، نفسي اغني، عايزه ابوسك مش عارفه ليه. طب غني بقى غنى لوحدك انت بقى يلا. بس ما يموتش. هنضلنا بالبوس من ايام الاسود والابيض. بس ما يموتش يعني. قبلني بشده اغنيه رائعه طبعا لدليدا.
طب ممكن قبل ما نشوف دليل اديكي هديه؟ يا ريت. هديكي هديه. بشكرك. تسلم لي. شوكليت. شوكولاته بالمصري. لا لا. بتحبي الشوكولاته. في ست ما بتحبش الشوكولاته. خلص غني لنا الشوكولاته. لا ويعني اي لاف ات. هنغني للشوكولاته طبعا احلى غنيه بتعقد. ما تجيب لي الشوكولاته لبلاش يا دكتور، راح رجع البطاطا لبلاش يا ولد. الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت، كل البنات ارتاحت وانا عايزه الشوكولاته اه يا ولا. ثانك يو دكتور على الشوكولاته. ثانك يو. لا تجيب لي الشوكولاته لبلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لبلاش يا ولا. لا تجيب لي الشوكولاته لبلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لبلاش يا ولا. ما قابلني عالزراعية والشمس حامية عليا، ما قابلني عالزراعية والشمس حامية عليا. قالت له بيا صبية، أنا قلت مش بتغني حلو كمان، انا عرفت كمان انك انت بتعزفي كويس على الاورج وعلى البيانو. انا من كتر ما انا سعيده انا هعملك اللي بدك اياه. هتسمعيني ايه؟ لعيونك هنسمع اغنيه بحبها كثير، لانه بتذكرني بعمر الشريف طبعا، فيلم الرائع زوربا ذا جريك. وفي صوره انا ووالدي وجدي على البيانو، يا ريت بنشوفها. وطبعا هحاول، لانه انا بعزف بيانو فهيدا اورج. بس من زمان بتلعب بيانو من زمان؟ ايوه، حتى اذا حضرتك بتشوف الصوره كان يمكن عمري 3-4 سنين يعني هالقد. ايه يعني انت بتغني بتمثلي وبتقدمي وبترقصي. الحمد لله اللي قلتها دي في الاخيره، يا ريت نحط عليها 3 شرطات بالاحمر. اه بس مش هترقصي بالحلقه دي، انا بقول لك اعملي حسابي. يلا هتسمعينا ايه؟ اتفضلي. يلا طبعا اكيد هنحاول على الاورج. طبعا الضوافر وقت شوبان ما عنده ضوافر هالقد طويله. دكتور بس انا بعرف انه حضرتك عازف اورج وبيانو كثير رائع، وانا اليوم ساصاحبك بادائي الغنائي. الغنائي وين الميكرو؟ اه لو سمحت. انت ليكي، استني استني بس، خلص حستنفذ كل كروتي. استني بس استني، انت كان ليكي طلبين. لسه في عندي طلب. خدتي طلب منهم؟ اه ده الطلب الثاني. ده الطلب الثاني؟ اه صدقني ده الطلب التاني. العالم بده يسمعنا مع بعض. ديو دكتور عمرو ليسي ورزان على الميكرو. طيب لو سمحت. حاضر هحقق لك طلبك، هحققه لك. حاضر بس انا عايز اعرف انت بتحبي دليدا ليه؟ لا دليدا لانه يعني انا سمعت انك انت نفسك تعملي دور دليدا وتعملي فيلم عن دليدا. ايه حكايتك مع دليدا؟ بحب اعمل حياتها، بحبها لدليدا لانه بحب صوتها، بحب شكلها، بحب ادائها، وبحب اغانيها، بحب الباشن تبعيتها، بحب شغفها، بحب كيف تحب كيف بتكره. شغفها أدى إلى نهاية حياتها. بحبها لأنه من مصر، بحبها لأنه من إيطاليا، وبحبها لأنه من اسكندرية، وبحبها لأنه من شبرا، وأنا بحب كثير صبايا شبرا. بحبها لأنه يعني لا ست موهوبة وأغانيها كلهم حلوين. تعالي بقى أفكرك بحاجة لدليل.
بعد ما شفنا داليدا بتفكري تعملي فيلم عن داليدا؟ في يعني عندك فرصة؟ أتمنى تكون الفرصة متاحة، ولكن عندي الموهبة والطاقة والشغف والباشن وحب الشخصية وعشق لألا، وأتمنى يعني يكون في بروديوسر مهتم يعمل هذا الشيء. لازم ينعمل شيء عن داليدا، كونها جزء من حياتها ومن نجاحها كانوا بمصر. طيب نخش على الفقرة اللي جاية. دكتور أي. الفقرة اللي جاية عندي أنا يا باشا. يعني إيه؟ أنا حزبطها يا كبير. هتزبطي إيه؟ هاي الفقرة. أوكي أنا حستأذنك، نفسي في حياتي أجرب الكرسي ده، لأنه الكرسي ده هحس إن أنا دكتورة، هتوفر عليا 4 سنين بالثيسيس بالدكتوراه بكل الوجع القلب. وبتعرف كمان إنه أنا مش دكتورة طبيبة، أنا دكتورة نفسية. وبما إن النهاردة لابسة أبيض فأبيض خير اللهم اجعله خير، فأنا حأستأذنك حضرتك، هنبدل. نبدل إيه؟ استأذن إيه؟ ودكتورة إيه؟ حابة أغوص داخل أعماق النجم الإعلامي التلفزيوني صاحب التجربة الإعلامية الطويلة، وارجع بالزمانات لعائلة الليثي اللي أسعدتنا بالأفلام وأسعدتنا بكل هالتاريخ الحلو، ونعرف عمورة صغير. حبيبتي بس يا رضان، خلينا احنا النهارده فحم من الناس، احنا بعمل انترفيو معاكي، وممكن جدا في مرة تانية نعمل الطلب ده، وانا ما عنديش مانع. انت عارفة انت إعلامية كبيرة، واي حد يتشرف انه يطلع معاكي، بس انا هنا على كرسي المذيع. دكتور عمرو انا مش إعلامية، انا دكتوره نفسيه. حضرتك منك شايف سعه الكهرباء هيدي ولا سعه الرمل؟ تفضل لو سمحت، ارجوك مش هتخس بشي، مش هتحس بشي. تفضل لو سمحت، انا هجيب كروتي. تفضل. انا هعتبر ده الطلب الثاني بتاعك. هو ده الطلب الاخير. خلاص مفيش طلبات تانية. طب 2:30 مفيش طلبات تانية. خلاص اوكي. طب ممكن اعرف انت عايزاني اعمل ايه؟ لو سمحت تفضل اجلس. شكرا. ايه معاكي؟ والله انا ما عارف. شكرا على يا سلام نفس عميق، شهيق زفير، استرخاء، ومن ثم نوم. دكتور عمرو الليثي، دمعتك قريبه ولا صعبه؟ نقطه ضعفك احيان كثيره انسانيا لازم تتعاملي بقلبك مش بعقلك. لو سمحت لو سمحت. ربنا يكون في عون جوزك. صحيح. ممكن المصور بتاعك معلش يكلوز دي تزوج واعول. حبيت على عبد الحليم؟ مفيش حد فينا ما مرش بتجربه مع عبد الحليم في اغنيه من اغانيه. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاع تبقى فداك لو تنساك وعد انساني. حلقتنا خلصت، وقبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم ان من اسرار السعاده ان يتذكر الانسان ما لديه من نعم قبل ان يتذكر ما لديه من هموم. العطايا والهبات الربانيه مش بتيجي في الوقت اللي انت بتختار، لا، بتيجي في الوقت اللي بيكون نفعها ليك اعظم واجمل واقوى. فاصبر حتى ياتيك، وكن دائما الخير الشاكر الحامد. واشوفكم على خير وصحه وامن وسلام. تصبحوا على الف خير.